منحوله لعند سليمان يا ونجي؟ راح نحوله لعند ركان يا ونجي، ومنضرب عصفورين بحجر. خلي الكلاب تشلخ حالة وبعدين نحنا منروح مندق على بابه للديب. اها، وهيك منخلص من هدول المصيبتين بضربة واحدة. بس على فكرة، إذا ركان حل موضوع درموش حيعتبر حاله بطل وما بقى نقدر نخلص منه بحياتنا. مرحبا، يعطيك العافية سليمان بيك، فاضي شي؟ الله يعافيك، يلا رح شوف لك. لا لا لا، ركان عم يعمل أي شي لحتى يرضي أبوه، ولهيك هو ما عم يقدر يتحكم بحاله، وأكيد رح يغلط. هيك نتيجة ما بدها تنجيم. نحن رح نستنى بس ونشوف كيف ركان رح يخبص ويغلط بحل الموضوع. وساعتها سليمان بيعاقبه مثل العادة. عمران بيك؟ ركان بيك، شو عم تساوي هون؟ بدي شوف الوالد. أوه، شو بدك من أبي؟ عرف أني صرت شريككم، فلا تعيب حالك. شوف يا بيك، قصصك الصغيرة آخر همي هلأ. في ورطة أكبر، التسلاية تبعك والفيديو وصل لأيد ما في التشليح مبارح، وبتعرف منيح شو بصير إذا انتشر الفيديو. مو بس نحن متأذى، وحضرتك كمان. والمافيا شو دخلها؟ اهدى وفهمني برواق. حاولوا يبتزوني من قبل، ومبارح أخذوا تليفوني مني، ولما أنا ما رضيت أعطيهم شي جربوا قصة التليفون، وبفضلك علقنا معهم. فيك تتخيل شو بيصير إذا الشرطة شافت الفيديو؟ قديش ممكن يصير شوشرة؟ وبهيك حالة إذا سألونا السيد ركان يا ونجي شو عامل لحتى كنتوا عم تهددوه بالفيديو تبعكم؟ وبابا رح يدرى؟ ايه؟ إذا بيوصل الخبر لأبي والله. شوي اهدى وروق، ما تفور وتغلي، فكر برواق شو رح نساوي. فهمت؟ نحن على نفس المركب. استخدمنا صور الحارس عثمان تيكر، وحاولنا نبتز فيهم ركان يا ونجي لناخد منه مصاري كمان، وأنا بعترف بكل هالجرائم اللي ارتكبتهم. معلم ما فهمت، نحن شو ناطرين؟ عنوانهم معنا وأسميهم معنا، بقي نجيب السندات. ولك أنت عرفان شو هاد؟ آه؟ ما عرفت مين اللي بعت لهم الفيديو؟ أنا رح جاوبك، ركان يا ونجي. وعيلة يا ونجي متورطة كمان، شي واضح. يعني المداهمة والترهيب ما بينفعونا هلأ، القصة بدها عقل وتفكير. لكن الفرصة بتجي مرة بالعمر، وحده الغبي بس يلي ما بيعرف يستفيد منها. فقلنا لحالنا قبل ما تكبر الأمور أكتر، منخبرك ومنستشير حضرتك بالقصة سليمان بيك. هلأ ما في تشبيح ما بيسوى 5 فرنجات، بدهم يتصلبطوا على شركتنا. ينزع صباحك انت وياه، نزعتولي صباحي، انا ما دخلني فيكم. انتو دبروا راسكم وفخار يكسر بعضه. يعني نحن بنقدر نحل سليمان بيك، بس المشكله ما بنفهم بقصص الاسلحه وما عندنا رجال مثلك. وبتعرف هذا الموضوع بخص ابنك، وكمان في موضوع الدين تبعك وايلا خان ومشريكه معنا. اياك تدخل ايلا بالقصه، انتو نظفوا وسخكم بايديكم. بابا، وأنا شريكهم كمان، وشكله الزلمة وقت شاف عرفان حسه لقمة سهلة، ولو عرف أني معهم كان خرس، ولهيك يا ريت تسمح لي حل الموضوع بمعرفتي. ماشي، بس بدي شغل نظيف. ولا يهمك بابا. حلا بهدوء وبلا شوشرة بدون ما حدا يشتلق على شي. يلا. شكرا كثير سليمان بيك، عن إذنك. وما بدكن ياني شارككن لكا؟ وانتو مو قدرانين توقفوا بوش واحد ولا؟ والله حقا، نحن منخاف نذبح جاجة، هاي الأمور اختصاصك انت ركان بيك. بيقول المثل كل شر وفي خير، هلأ فيني أقول شراكتنا المكان. يلا ما بدي أعطلك، روح نتحاكى. إيه؟ ركان بيك بيضل متسرع بالشغل، وهالشي ما كتير منيح بحل الأمور. بتحب كون ورا؟ رح نطول بالنا، وأنا فهمان مشكلته. أنا اشتغلت مع حماي سنين، ووقت حدا يثبت حاله بالشغل كان يكافئه، وممكن لو كان لك عمر معه يدعسك.
بس مع هيك أنا طمحت وحفرت طريقي بضافري وبعدها أخذت مكافأتي بجدارة. بس ركان إجا كل شي على الجاهز، وطبيعي بهيك حالة يجرب يثبت حاله، وهذا حقه. بالأول والآخر رح يكون إله كل هالرزق، وضروري إنه يتعلم. مزبوط. شو هاللون الأحمر؟ الشقة يلي انباعت خلال شهرين، انباع عنا 30 شقة من كل هالبرج. الأمور مانا منيحة يا ياسين، ولهيك شغل بابل والمناجم لازم يضل تحت عيوننا، ممكن نحتاجه. وهذا اللي أنا عم أقوله سليمان بيك، وإذا مشي حال الشحنة تبعنا وقتها ما رح نحتاج بابل ولا نبيع شقق، كل أمورنا بتنحل. زينال اليوم بعت لي بطاقة دعوة ومحدد عليها تاريخ الشحن، لازم نجاوبه بسرعة. طيب نجاوبه لك بلا ما نأجل القصة أكثر من هيك. على شو مراهن حتى تقول خلينا نجاوبه يا ياسين؟ نسيت إنه في حدا ورا تفجير مكتب المرايا اللي بحبها؟ ومو بس ما قدرنا نرد عليه، نحن لهلا ما عرفنا مين يلي عملها. ديما أهلا وسهلا. أهلين فيك. انشغل بالي عليكي لأنك تأخرتي. شو هالحكي؟ ليش لا ينشغل بالك؟ شو بده يصير؟ وقفي شوي، خدي هذا كمان. حاضر. سحار كيفك آيلا؟ طمنيني كيف صار ريان، مشغول بالي عليه. منيح ألف الحمد لله، طلع من العملية سحر والأطباء طمنونا وعم يقولوا إنه الأمور منيحة. لو إنك شفتي عرفان قديش مبسوط. أوه يا حرام، أكيد بيكون مبسوط، فرحتيني كتير. الحمد لله على سلامته آيلا. شكرا يا روحي، أنا هلأ وصلت على البيت، يلا برجع بحكي معك بعدين. طيب يا روحي، انتبهي على حالك. عرفت شي كنت اتصلت فيكي يا بشرة. وليش ما عرفتي شي؟ معقول ما قدرتي تسأليها وين كانت مبارح بالليل؟ لا انت شكلك جنيتي، روحي واسألي نعمة خانم وين كانت مبارح لشوف شو بدها تقلك. ما قلت لك اسأليها بشكل مباشر، قصدي زلقيها. معقول تضل عند اختها لطلوع الضوء؟ بشرة خلص بكفي، انا ما بقى بدي، انا ما رح اعمل شي، واصلا ما بقى فيني اعمل شي. انا عم اكل خبز من عند هالمخلوقه، فاذا بتريدي لا بقى تتصلي ولا تبعتي مصاري. ماشي بشرة؟ كبري لي عقلك شوي، نسيتي انه عم تاخدي مصاري من نعمة خانو؟ ليش ما فكرتي قبل ما تبلعي كل هالمصاري؟ قلتك اذا بعتت لايلا الايصالات شو رح يصير فيكي؟ انت قلي لي بمئة سنه ما رح تلاقي شغل، وهلا روحي لعند الخانو وافهمي لي امبارح وين كانت ومع مين التقت وشو كانت عم تساوي. عم تفهمي علي؟ شكراً كتير، بدي أقول لك ما في داعي، بس والله طيبين. صحة وعافية، أنا رح أتركهم مشان توزع على باقي رفقاتك إذا ما في لبك. على عيني، شكراً لكم. يعطيك العافية. يعني قبل ما تاكل وتشرب راحت من وش الصبح وجابت لنا شوكولا، والله برافو. كنت مفكر رح ترميهم بالزبالة. شو أرميهم ويروحوا على الفاضي؟ على القليلة قدرت تنفعنا شي مرة مشان تكبر بنظرها، ونحن من عجقتنا نسينا موضوع التحلاية. عرفان شو رأيك بس نطلع من هون ناخد ريان لعنده مشوار ونقول له شكرا بتروح؟ طبعا إن شاء الله، المهم هلأ تطلع نتيجة تحليل الخزعة وساعتها رح نطمن ونرتاح. رح تكون النتيجة منيحة عرفان، أنا هيك حاسة. بعدين الدكتور قالنا إنه شكله ما بيخوف، بعرف إنه فترة العلاج حتكون صعبة علينا، بس شو هي من الألم اللي عشناه قبل؟ حبيبي المهم إنه هو يكون بخير. بعدين في حالات كتير مثله، المهم نحنا ما نقصر معه بشي. راح أعطيها هدول، ما بدنا إياهم. تفضلي خلي هدول عندك. شكراً كتير. ربنا عيشنا أكبر خوف بالدنيا وبعده ما في شي رح يأثر فيني، حتى لو بدي أحمي ريان على ظهري وأمشي فيه. عرفان
شو رأيك بس نطلع من هون نقعد شوي ونتفق مشان شو بدنا نعمل بعدين؟ يعني إذا ما تعافى ريان بالكامل يمكن أضطر أرجع أشتغل بالتدريس وأنت بتخلص من قضيتك وبجوز يرجعوك على الوظيفة تبعك. أصلاً نحن ما عاد بدنا مصاري كتير، ما هيك؟ عايدة شو عم تقولي أنت؟ نسيتي لما كنت تقولي هالشغل يا دوبي كفينا ولازم تدور على شغل غيره؟ كنت أقول ودفعت ضريبة كل كلمة طلعت من تمي. المصاري ما لقي مبنوب، انت وانا وريان بس نكون مع بعض وتكون صحتنا بخير، ما بدي شي تاني بنوب ولا اي شي. شو ها؟ ما شفتهم، ما بعرف. عم بدعي لريان على طول، هي للملاك الصغير، ومن قلبي ألف الحمد لله على سلامته. موجبة زيادة آيلة خانة. بيا لا، أنت فهمتي غلط. لحظة شوي، هدول جابتهم عائشة اللي بتشتغل عنا بالمكتب، كانت هون امبارح. بالظاهر مخي ما عم بيجمل. تعال نجرب نفوت لعند ريان، بلكي اليوم بيسمحوا لنا نفوت لعنده اثنيناتنا. ماشي، خلينا نجرب. ممكن نترك غراضنا هون شوي لو سمحت؟ ايه طبعا. شكرا لك، تفضل. بلش الأهبل. يا أهلين راكان بيك. طالما بتعرف مين بكون ليش عم تغلط معي؟ لو عرفت من الأول ما صار يلي صار. ايه ممتاز، هات التليفون معناته. ماشي، بس في إلي عندكم شوية سندات. ليكن معي. هات السندات. هات التليفون أبي. ايه بس هذا التليفون فيه كتير أرقام، وهالأرقام لها علاقة بالشغل تبعنا، إذا بدك تكسره ما رح نتفق. خلصني. لحظة، بدك تطول بالك وتهدأ. أعطيني السندات لو سمحت. راكان بيك، راكان بيك، خلينا صحبة وأعطيني السندات تبعي. لا على مهلك، على مهلك، الحما بقلبك ما اجحشك. كلامك مزبوط، هذا المجنون رح يقتله لصاحبنا، ها رح يخلص بين ايديه. زبطت توقعاتك يا عرفان. كنت بعرف ومتأكد انه ما في سيطرة على حاله، مريض هذا الولد. لا والله مو مريض اخي، هذا بس يضرب بصير كائن فضائي. امشوا. اجا دورك عرفان، درمش مستنيك. يلا تمام. معافى، شلون صرت؟ ولك والله ما رح اترككم تنفذوا بهالعملة، وحسابي معكم ما خلص، فهمتوا؟ لا اسمع، نحن ما بدنا مشاكل بنوب. راكان زودها بردة فعله لأنه ما بده أبوه يعرف شو عامل. نحن ما دخلنا بهالموضوع، إذا عندك شي مشكلة حلها مع أبوه وتركنا بحالنا.
سليمان بيك، ضروري نلتقي، موضوع مهم كتير. عمى بحياته ما فلح بشي، شي مرة يشتغل شغلة مثل الزلم، وانت ليش ما رحت وراه؟ انت قلت لي لا تروح وراه يا بيك، مو قلت لي رح تعطيه فرصة؟ مشان هيك؟ لا تصرعني انت كمان. لك انا من وين بدي اعرف انه هالغبي بعت لهم فيديو على الموبايل؟ والله الاهبل رح يودينا كلنا على حبل المشنقة. يعني صار عندك فكرة عن الموضوع سليمان بيك؟ تا بروفيسور تا، خلينا نشوف شو بدنا نعمل بهالكلب. ايه كيف اموركن هون؟ مو قلت لي عندكن مناجم؟ وين يعني؟ فنزويلا، فنزويلا. منروح شي مرة، منزور المناجم ومنعمل سياحة. بس كأنه غرفتي صغيرة شوي، ما حبيتها، بدي غرفة أوسع. شوف هاي شو ظريفة. عائشة ضبي لي هدول الغراض وأنا برتب أموري فيها. ايه طيب ماشي، مو مشكلة منحلها. حليت لك موضوعك، تعال لعندي لأعمل لك دورة. هيك قصص بدها تقنيات. ايه مو غلط كمان، التقنيات مفيدة كتير. واحد من المستثمرين تبعنا بده يبعث رفيقه لعنا، انا رح اتصل بالاستاذ عرفان واعرف منه امتى جاي لحدد له موعد. يعني ما بيصير عرفان بيك يشوفه؟ لا عمران بيك مسؤول عن موضوع العلاقات الخارجية وكل نشاطه برا الشركة، عرفتي؟ مواعيد المكتب للأستاذ عرفان وبس. آنسة عائشة، شو مشكلته هاد؟ مشكلته معي بس. تفضل ركان بيك، روح جيب لي قهوة سادة بسرعة. منطلع؟ أنا لسه ما خلص دوامي بالمكتب، بدي ساعة كمان. دوام شو هاد إذا مديرك سامح لي؟ ركان بيك، هلأ نحن صرنا عم نشتغل مع بعض بنفس المكان، لهيك ممكن تتفسر طلعاتنا بطريقة غلط، يعني نحن لازم ننتبه ونترك مسافة بجو الشغل، فهمت علي ما هيك؟ بنترك ساعة شو فيها؟ المهم ما يضل مسافة بيناتنا. تهور وتصرفاته هي رح تجيب لنا مشاكل. رح علمه كيف ينضبط ويكون قد المسؤولية. الواحد منا بيعمل كل شيء كرمال ابنه وما بيضمن كيف رح يطلع. وانت عندك ولد بكرة منشوفه. أنا ابني زودة بس كل شيء بينحل. والله أنا لو ابني مثله كنت دورت بالأخطاء تبعي. وبالنهاية نحن اللي منعمل من الولد مجرم وحرامي أو منعمله إنسان منيح. قلت لك أنا بحلها، وهذا اللي أنا عم بستناه. إذا بدك تاخذ مصاريك بسرعة اسحب رجالك وراكان من شركتنا بلا ما يعملوا مشاكل. دق له للزلمة، شو كان اسمه؟ درموش. خليه يجي المساء ونحل القصة. كيف؟ ترك الموضوع علي، نحن منصلح غلطنا شو ما كان. شو مشان راكان؟ اعمل يلي طلبته منك، بيني وبين ابني انت ما دخلك. استنى خبر مني. ماشي. ياسين، هدول اخذوا وش اكثر من لازم وصار بدهم فركه اذن. دق للحام نجمي خليه يجهز السفره، من زمان ما رحنا لعنده. هلأ لزمت أمرك يا بيك. ديما، ما كون أنا فيقتك. كيف وضعك؟ كأنه كنتي بردانة، خفت عليك تمرضي. هلأ حسيت قديش حلو الواحد يكون في عنده حدا يغطيه بس يبرد. يسلموا إيديك. شكراً. تسلميلي.
بصراحة ولا مرة ساويت هيك بالبيوت اللي اشتغلت فيها. بس معك كتير مختلف الوضع، بحس انه انا عايشة معك. وانا عم حس نفس الشعور، يعني انتي صرتي مثل شريكتي بنفس السكن، صرنا مثل الاخوة. انا هيك لما ما نام بالليل منيح بنهار بعوض وبصير بتصرف مثل المجنونة. ليش خير؟ ليش مو نايمة بالليل؟ كنتي برا البيت؟ كنت برات البيت ايه، بس ما تسليت ولا كنت مبسوطة. دايما بتضلي تقطفي وراء النباتات اليابسة. عن جد هيك انا بعمل؟ اول ما طلع لي شعر شايب كنت انتفن شعره ورا شعره. ليش في عندك شعر شايب؟ في طبعا، في، تفرجي حتى هون من قدام في وحده. والله فاجأتيني. لا اي ما تتفاجئي يا خانم، ما تتفاجئي، صرت 35 وصار لازم اتعود، هاي ضريبة العمر. مرة في واحد بالسوبر ماركت بيقول لي خالتي لو سمحتي، قلت له مين خالتك؟ استغربت كتير بالأول، طبعا بعدين تعودت وتقبلت الموضوع. هيك الحياة شو ساوي. لو صايرة معي ولد قال لي خالتي كنت بقول له سكر تمك. حقك تحكي هيك طبعا. قديش عمرك؟ 25 مو مزبوط؟ بلا، لساتك بأول الطريق وما شفتي شي. الحياة لحالها رح تمشي على مهلها، وانتي مع الوقت رح تتقبلي الأمور. ليش عم تحكي كأنك ضيعتي حياتك أيلا خانم؟ انتي صبية حلوة كتير، وانتي دارسة بأحسن الجامعات، وعندك مسيرة مهنية منيحة. يعني شو بدك بحدا مثل سليمان؟ هذا اللي عم تحاولي تقولي مو هيك؟ كلكم بدكم تحاكموني بس باللطافة. لا مو هيك، استغفر الله، ما عم حاكمك، بس أنا عم حاول استوعب. وبتمنى ما تمرقي بتجربتي لتضطري تستوعبي. الحياة مو مثل ما بدنا، بتبدأ بطموحاتك مثل كل الناس وبتحطي مخططات وجداول، بس الحياة عندها جدول مختلف، وممكن بيوم من الأيام تلغي كل طموحاتك. ممكن نشرب شاي؟ صدقني هالشي مستحيل، يعني طبعاً أنا حابة نشتغل سوا، والعرض اللي قدمته حضرتك مغري بكل معنى الكلمة أكيد، بس طبيعة نوع السيستم بعلاقاتكم العامة بيتعارض كلياً مع نوع الشغل اللي عنا هون، فكتير صعب. نقدر نلاقي حل وسط، ما أنا مشكلة، بكفي إنك تقبل العرض. أيلا خانم، أنا بحاجة لحدا هيك ناجح ومزوق ولطيف بالتعامل مثلك، قصدي شركتنا يلي بحاجة. شكراً لك، هذا من ذوقك، عفواً ثواني بس. ألو نعم؟ جاي فوراً ماشي. لا تواخذني بس في عنا اجتماع ولازم لحقوا، عم يتصلوا هلأ. لحظة، هلأ بجي فوراً. فرصة سعيدة وتشرفت بمعرفتك وكان بيودي نشتغل سوا. ما تحسمي الموضوع، خلينا نتغدى سوا شي مرة ونحكي، وشركك هون عنده رغبة نشتغل مع بعض. وأنا عندي رغبة نشتغل معك، ما في شي شخصي بالموضوع أكيد، بس شريكي بيهتم بالأمور المالية للشركة وفيك تعتبره شريك بالأرباح، يعني أنا اللي عم دير الشغل هون، ولهيك بدي أعتذر منك، ولو تغدينا سوا ما رح يتغير شي. عن جد آسفة، ما تواخذني. أيلا خانم لو سمحتي، في موضوع كتير مهم. شكرا لك. شو الموضوع؟ اجوا لعنا موظفين من الحجز. موظفين من الحجز؟ خير شو فيه؟ احمد شو الموضوع؟ تعا معي. هدول شو جايبه؟ شو في احمد؟ جاوبني. افلسنا. شو؟ كيف افلسنا؟ بس قيمة الدين اكبر،
مظبوط، ونحن رح نمشي بالقانون ونرفع دعوة عليها حتى تسدد كل شيء. رح نحجز على السيارة والبيت. أنا فهمت لآيلا لا توثقي بشريكك لأنه أكيد رح يخسر، بس هي للأسف ما ردت علي. فهمني كيف؟ كيف يعني أفلسنا؟ والزباين يلي جبتهم أنا، كل المرابح اللي جبتها، فهمني كيف راحت؟ استثمرتهم بالبورصة. شو عملت؟ كنت بدي زيد مرابحنا ونزلت الأسهم فجأة، واللي وفرناهم للضرائب راحوا كمان، هيك أفلسنا. ما تقلي أفلسنا، أنا شو دخلني؟ أنت أفلست. إلي 5 سنين عم اشتغل ليل نهار لساوي ماركة، لك أنا ضيعت عمري وشبابي لحتى أسس هالشركة، أنت شو جاي تقلي هلا؟ فهمني؟ شو صرفتهم على حالي يا أيلا؟ خلاص وقلي شو رح يصير هلا؟ شو رح نعمل وشو رح يصير للشركة؟ قديش الديون اللي علينا؟ بس قول الحقيقة. هلا رح يحجزوا على الشركة ورح يحجزوا على أملاكنا الشخصية كمان. لك أنت واحد نصاب وحيوان وما في عندك ضمير، لك كيف بتعمل فيني هيك؟ شو يعني رح يحجزوا على أملاكنا الشخصية؟ لك أنا ما في عندي غير بيتي وحفرت الأرض بأظافري لقدرت وفر حقه للبيت. رح يحجزوا على كل شيء، البيت والسيارة وكل المصاري اللي بالبنك. بكل الأحوال لازم تسددي ديونك يا عائلة. ضل معك سيولة تقدري تغطي هالدين؟ خانم أهلا وسهلا. لحظة وقفي. نزيلة خانم أهلا وسهلا فيك ببيت خالك. يلا تفضلوا يا حلوين. ست الكل غرفتك جاهزة واتخذ كمان غيرت لك الشراشة فيك، فإذا بدك فيك تنامي فورا، خدي دوش وارتاحي، أوكي؟ عمرة. أوه لك وليه خلصت. كله بيتعوض. هيك الشغل دائما ما بينحزر عليه، شبك أنا كم مرة أفلستو. خسرت كل شيء يا عمران، شغلي وسيارتي وبيتي. أنا صفيت على الحديدة هالمرة وحاسة إنه مو باقي لي حدا أبدا. أنت شو عم تقولي؟ أنا جنبي يور هيرو عمران كيف الجيم، ونزيلة خانم جنبي. عارف شو رح طالع رملات تبع نزيلة لبرا وارجع. انا بعمل كل شيء، انت بس ترتاحي وما تاكلي هم شيء ابدا، اتفقنا؟ ما بدي تقل عليك، ما بكفي قاعدين عندك. مشان الله بلا هذا الحكي. ايلا كل شيء حيتعوض، بدك ترجعي تطالعي قد اللي خسرتيه باضعاف، وبدنا نمسك الحياه من خوانيقها ونقلا رح ناخذ اللي بنستاهله غصبا عنك، عم تفهمي؟ بس اول شيء لازم تاخذي دواء وترتاحي، ماشي؟ طيب برافو. خدي لشوف، مو بيقولوا الفقير عطول بيبرد؟ تغطي لشوف. يلا يسلم. أنا بعمل كل شيء، أنت تغطي ونامي. والله ما كان بدي أزعجك. أنت خليكي مكانك بس وعفيني من صوتك.
أهلين بنزيلة خانم. لو سمحتوا يا جماعة أحكوا سواء، هيك ما رح حدا يفهم عليكم. أنا الشي اللي بدي أحكي فيه، ليك شايف هاي المخلوقة؟ هاي المرة خانت زوجها الأولاني مع يلي صار زوجها الثاني هلأ، ورح يعملوا تحليل الدي ان اي للولد. ما عم تخون زوجها الجديد؟ لا، وبيقولوا عنا مجانين. ها شو كان يعمل؟ سألي كم وحدة كان عامل معنا علاقة ونحن متزوجين؟ مو معقول. عجبك نزيلة خانم؟ والله حياتكم أحلى. ليك عمرة، رقم ما بعرفه، لو سمحت رد انت. الله يخليك، إذا حدا بده يطلب مني مصاري رح أعصر. لا بلكي مشان الشغل، يعني بيكون حدا شاف السي في تبعي. ليش في حدا بيشغل مديرة أفلست الشركة تبعها؟ كحاج بقى قيمي بطانية الاكتئاب من فوق حضرة المديرة وردي على التليفون. ألو نعم، مزبوط أنا. هلا مين حضرتك؟ أهلين سليمان بيك. بشرى قلت لك ما بقى تدقي لي، وقت اعرف اي شيء انا بدي اقول لك. انت ما تهدديني، عم تفهمي؟ سهل كتير على الواحد منا يتطلع على حياة الناس ويحكم عليهم، سهل كتير. أنا بس خلصت الجامعة أخذت أول قرار فاشل، تعرفي؟ حتى وبسبب هذا القرار دمرت حياة أكتر إنسان حبيته بحياتي. كان خيار صعب، يعني بوقتها فكرته صحيح. أمي دائما كانت تقلي حافل عشاء ما بيدفي الفقر أبدا. يا ريتها ما قالت هيك. هلأ بتمنى بس لو بقدر رجع الزمن لورا وشوف آيلا وأقدر اتطلع بعيونها لإلا ما تغلطي وما تكابري. بس شو نفعوا هالحكي؟ هلأ فات الأوان. أوف، لما اشتغلت وتعبت وساويت مشروع كنت مكافحة وصابرة، وبلحظة كل اللي بنيته نهار فوق راسي. وبعدها رجعت أخذت قرار غلط تاني مرة، ولهيك أنا اليوم مرتبطة بسليمان. يعني بالنتيجة ومن أول قرار صعب أنا عم أدفع الثمن لليوم يا ديما، ثمن غالي ومؤلم. بالعادة أنا ما بحب فش قلبي وأحكي بكل هاي الأمور، لأنه أصلاً رأي الناس فيني بعمره ما كان بيهمني، ولو كان بيهمني ما كنت عم عيش بهالطريقة. بس أنا قلت لك أنت مثل أختي قبل شوي، ولهيك صار بيهمني ما تكوني مثل غيرك وتاخدي عني نظرة مو حلوة، ولا تحكمي علي بشكل مسبق. عم تفهميني؟ آيلة خانم،
آيلا خانم، أنا لازم أحكي لك شيء لأنه ما عاد أقدر أتحمل عذاب الضمير أكثر من هيك. شوفي، في شيء لازم أقول لك إياه بس مو عارفة أنا شلون بدي أقوله. طيب رؤي، ليش عم تبكي رؤي؟ تتذكري قصة التفجير؟ وقت فجروا لك مكتبك وقالوا لك إنه تسرب غاز طبيعي. أنا والله العظيم ما كنت بعرف إنه رح توصل القصة لهون، والله العظيم لو كنت بعرف ما كنت عملت شيء أبداً وما كنت قبلت بالقصة. ديما أنا ما فهمت شيء، طولي بالك رؤي واحكي لي على مهلي. نعمة خانم عم بتضل ترابي والمساعدة تبع بشرة عطتني مصاري لحتى أبعت لك كل أخباري. شفتي؟ محل صغير وجوه لطيف مثل ما بدك تماما. منقعد هنا. وعلى فكرة في عندي مفاجأة، أمي ناطرتنا بعد ما نخلص أكل ورح نشوفها. أنت ليش بتعمل فيني هيك على طول؟ وأنت بتعرف أني ما بحب سياسة الأمر الواقع. أهم أمزح معي، حبيت شوف إذا رح تعصبي. وعصبتك. أمي مرة قوية صح، بس ما بتخوف بنوم، بتحب اللي بحبهم وبتزعل اللي بزعلوني مو أكتر. وأنا مو خايفة منها، وصار عندي فضول بصراحة أعرف إذا أمك بتهتم بكل رفقاتك مثل ما ساوت معي. لا طبعاً لا، أنت مو مثل البقية أصلاً. يا ريتني مثل البقية. تخيل مثلاً يجي بابا لعندكن على البيت ويحقق مع أمك بأسئلته. تعالي معي وحققي معها قد ما بدك. أعتبرها دعوة؟ يعني إذا أنا دعيتك رح تجي؟ هلأ ما تساومي، عزيمة ولا مو عزيمة؟ عزيمة، عزيمة طبعا. أمي خايفة من الموضوع، حاسة يا ابن الوحيد علقان بشي بنت سخيفة، حابة تشوفك وتحكي شوي لحتى ترتاح. أكيد ما لي سخيفة، ومع هيك شكل أمك فهمت الوضع غلط طالما نحن أصدقاء. مفهوم مفهوم، بس أنا بدي نكون أكتر من هيك. فتعالي لعنا نتغدى ونشرب كاسة شاي، ما في شي بيخوف، والسلطانة ما رح تاكلي، رح تجي معي بس بشرط ما يكون أبوك موجود لأني بتلبك بوجوده. لا لا طمني، ما رح يكون موجود. وعد إمتى بقول لماما؟ بكرة، حتى إذا ما بيناسبكم فبأي يوم؟ بكرة مناسب. معناها رح أقوم غسل إيدي وارجع. ماشي. الرجاء تركوا رسالتين بعد سماع الصافرة. بابا شو قصتكن؟ بوسي ما عم بترد على تليفونها وانت تليفونك مسكر. يا ريت تتصل فيني بس تقدر. احترامي سيدي، خلص أنا حليت القصة وبكرة المساء معزومة لعنده. رتب كل القصص عندك. هذا المطلوب عائشة خانم، هذا المطلوب. على فكرة يا ريت نهال كانت موهوبة مثلك. شكرا أخي سعدات على المجاملة اللطيفة، بالإذن لأني بدي روح حلق. وقفي وقفي لا تسكري، عم شوف جهاز المراقبة، سليمان موجود بهاللحظة بمطعم على أوتوستراد تشيلي. صرفي راكان وروحي لعنده، هلأ ببعث لك سيارة. صدقني بالي مو مرتاح، بوسي ما عم ترد على تليفونها بعد ما دقت لي 10 مرات، وجربت دق لأبي وتليفونه مسكر كمان. طب صراحة خايفة يكون صاير شي معهم بلاها، ونحن أصلاً عم نراقبه لسليمان بكل مكان وما وصلنا لشي أبداً. واضح إنه هالزلمة عم يدرس تحركاته بشكل كتير منيح، صح ما هيك؟ فلو سمحت عافيني منه هالمرة، أنا مضطر أروح. خاطرك يعني هال. ليش سليمان ما بعت ورا درمش لعنده على المكتب وجاب لنا عند اللحام؟ ليش بيعني؟ وانا شو بيعرفني؟ ما فهمت ليش. Thank you.
خسرنا ما ياخد سليمان فاتورة فشل ابنه من حسابنا. بس أنا لو ابني بيتصرف هيك كنت بقتل حالي دغري وبقطع الفاتورة تبعه من عمري على هيك ترباية. بس سليمان انت بتعرفه بيقطع فواتير أغلاطه من حساب غيره يا عرفان. مساء الخير. مساء الخير. انت كل مرة بتفاجئني يا نجمي. ريتهم يسلموا هالإيدين يا معلم. اوه كنت مفكر هالمحل نجمي سليمان بيك. ما تقلي هذا المحل لك كمان. انا بس رح اقول الحمد لله الكل هون بيحبوني. معقول في حدا ما بيحب سليمان بيك وبيحترمه؟ قصتنا صار لازمها حل يا درمش. ابني ركان زود عليك، بعرف انه غلط معك بس انت من الاول ما حلبت معنا صافي. هذا خلاف بسيط وبنحل اخي سليمان، لا تؤاخذني رفعت الكلفة وقلت لك اخي لاني بعرف طبعك، اصلا نحن من مدينة واحدة ما هيك؟ شرطة شو بتعملوا بعد هيك؟ لشوف بعد هيك على الباب. مين انت يا بنتي؟ اوعك تمد ايدك، عم اقول لك انا شرطية. تفضل بلا ما ادليك بتهمة الاعتداء على الشرطة. شو عم تساوي انت وياه؟ طالما انت شرطية فانا بدي اشتكي عليه. اخذ السيارة على اساس يشغلها تاكسي، راح ضربها بالحيط ونصب على اهل الحارة، كلهم اجوا يشتكوا لنا. هذا الحق، وطالما انت شرطية تفضل اشحطيه على المغفر، خليه يدفع التصليح ويرجع لنا ديوننا. طيب قديش المبلغ؟ انت راح تدفعي؟ قديش المبلغ عم اقول لك قديش؟ نحن بدنا نشتكي عليه، ليش لا تدفعي عنه؟ لانه ابي منيح هيك؟ ما بقى اتحمله لهالزلمة، خلاص انا بكرهه وما بقى بدي اشوفه. كل يوم فضيحة بالحارة بسببه، بسكر الباب على حاله وتاركني هون ببوز المدفع عادي بالضمير. خلاص 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 اهدي بدي اشوفه. اهدي اختي اهدي، الله يخليكي. خلاص كرمالي اهدي كرمالي. لك مو طايقته. بكفي حبيبتي روقي، بكفي طولي بالك، انا بحكي معه بكفي. خلاص اهدي مشان الله، هذا الزلمة ما في منه امل. اذا امي ما قدرت تعمل منه زلمة انتي رح تقدري؟ راحوا ما؟ إن شاء الله المرة الجاية بيقتلوك وبيريحوني. وأبني شو صار لك بوسي؟ شايفي يا بنتي أختك شلون عم تحكي مع أبوها؟ أبي أختي يلا بوسي روحي على أوضتك، بكرهك أكتر منه وبكره عواطفك لمشلخة كمان. أنت شربان ما هيك؟ شربت بالمصاري اللي عطيتك ياها ما هيك؟ أنا مرضان وبردان، قلت لها عملي لي شوربة مرضية وتركتني لوحدي كل الوقت وأنا مريض كثير. أنت سكران حاج كذب ولف ودوران ومالك مريض. هذا شغل التاكسي اللي قلت لي عنه؟ ولك أنت عندك بنتين وأنت زلمة قد الحيط بالبيت، خجال منهم على القليلة. تصطفل بحياتك وتنفلق، بس إذا بوسي بيصر لشي رح أطلع بروحك. عم تفهم شو عم أقول لك؟ طولي بالك أنا بحل الموضوع يا بنتي، في إلي ديون على حسين وبس يدفع لي اياهن بسد حسابي فورا. اذا مو خجلان مني لاني شرطي اخجال من بنتك اللي جوا. حاجتك كذبه. يعني ما بتوثقي بابوك يا بنتي؟ لا ما بوثق، وطول عمري وانا خجلانه من هيك اب. نحن عم نشتغل بالعقارات اخي سليمان، وطبعا شغلنا يعتبر سخيف وصغير قدام شغلك. لا مو صغير حسب ما فهمت، يلي وصلت مواصيله لشركه بابل للمناجم شغله مو صغير بنوب. والله نحن بصراحة عم نكبر شوي بالسوق وعم نحاول نطور حالنا، ولما سمعت بهي الشركة حبيت التقي مع عمران بيك. انت من وين سمعت باسم شركة بابل اصلا؟ من ولاد السوق طبعا، في حدا من معارفنا مستثمر فيها، فقدرت اوصل لكرت عمران بيك فقالت لازم شوفه وخبره عن خدماتنا، بلكي منعمل شوية شغل مع بعض. معقولة هذا الشغل صغير اللي على مستوى حارة انت بتشوفه من مستوى سليمان بيك بهالبساطة يا درموش؟ ان شاء الله منقدر نوصل لهالمستوى واكتر. بالنهاية اخي سليمان ما وصل لهالمستوى فجأة، ولا انا غلطان؟ اول شي روقوا وخلونا نسكر الموضوع يلي بيناتنا. قديش خسارتك؟ قول لنعرف شو نحكي. بصراحة موضوع تصليح المحل هو اخر همي، بس خسارتي الكبيرة بالسندات شي 600-700 ألف تقريبا. نحن كمان عم نركض ورا لقمة الأكل لحتى ندبر حالنا. كلنا عم نركض ورا لقمة الخبز. شوفي بروفيسور،
انت ما عم تركض ورا لقمة الخبز ولا شو؟ طبعا انا راكض على لقمة الخبز، بس الخبز اللي مناكله نحن حقه ليرة وخمسين قرش بس، لهيك ضحكت وقت قال انه عم يركض ورا لقمة الخبز اللي حقها 700,000. شكل الخبز تبعكم فخم وبركب سيارات كمان. انت مو لاحق خبزاتك، انت لاحق الفرن كله يا درموش. يا زلمة شو بريء. نجي للمهم. قد ما كانت خسارتك انا بعوض لك اياها، بس انا عم بقول اذا في مجال نشتغل مع بعض وهيك بقدر اعوض خسارتي من الشغل، يعني بالشغل مع حضرتك او مع عمران بيك، وانا بعجبك، في عندي خبره منيحه وفي عندي رجال وعدي على كيف كيفك، وممكن حتى انه نعمل اكثر من فرع صدقني. منحل الموضوع بعد ما نتحلى. جيب الحلو يا ابني، خلصت اكل. يلا افتح التليفون. ديما لا تبكي. الرجاء اتركوا رسالتين بعد سماع الصافرة. سليمان يا ريت ترجع تتصل فيني بسرعة. ماشي؟ ست ايلا بترجاكي لا تسلميني للشرطة. إذا فوت على السجن ما عاد حدا يرضى يشغلني وقت أطلع منه أبدا. أنا بعترف إني غلطت غلطة كبيرة. أنا سحبت قرض لسكر الدين يلي متدينته، ولما شفت المصاري قلت بسد القرض. لو سمحتي سامحيني ولا تسلميني للشرطة، بترجعكي ست آيلة. لك ممكن تقعدي هون وتبطلي بكي بقى؟ خلص ماشي. صحيح أنا زعلانة منك، بس ما بنقدر نرجع الوقت، بعدين كل إنسان ممكن إنه يغلط. أي حدا وحتى إذا كان منيح بيخطئ، وخاصة وقت يكون بحاجة للمصاري ووضعه صعب. اهدي بس، لازم تصحيحي خطأك. ست آيلة أنا بحبك كتير، لهيك أنا مستعدة أعمل شو ما بتطلبي مني. هلأ اتصلي فيها. شو كان اسمها؟ بشرى. يلا بشرى. طيب طيب أنا شو بدي إلا لما ترد علي؟ لازم تطلبي منا موعد وقولي لها لازم نلتقي لشي ضروري. شو بيعرفني؟ قولي أي شي، المهم إنها تجي. طيب فهمت. أهلين ديما. برافو عليكي طلعتي عقلي. شو عرفتي لي شي جديد؟ بشرى بكرة بدي شوفك. الموضوع مهم، خلينا نلتقى بكرة ماشي؟ خير شوفي قولي لي. ما بقدر على التليفون، بكرة بقلك. يلا رح سكر، باي. شركتنا الثانية مستمرة، بس أنا بنفس الوقت مستشارة استثمار هون. أنتو مركزكم بمدينة غازي عنتاب إذا ما خانتني ذاكرتي سيهام خانو. أي صح، بغازي عنتاب. حلو كتير، ممتاز. كيف بدنا ننسق بهالحالة؟ إذا بتحبي خلينا نلتقي بكرة صبح بمكتبي، هيك بتعرف على حضرتك ونحكي بالشغل مع بعض بنفس الوقت. ما بيمشي الحال، بكرة الصبح عندي اجتماع مهم كتير. صباح بكير. عن جد؟ يا خسارة، ما بتقدري تأجلي؟ لا للأسف، بس أنا اليوم المسا فاضية وإذا بدك فينا نلتقي. طيب هذا خبر حلو طبعا، معناها منلتقي المسا بالمكتب. أنا رح أبعتلك الموقع فورا. اتفقنا. مزبوط، هي اتصلت فيني بوقتها وحددنا موعد لنلتقي أنا وياها بمكتبي. فجرت مكتبي. يا الله ما عم صدق. يا ست آيلة أنا ما عم أفهم، مو على أساس هاي المرة ست بيت؟ ست البيت ممكن إنها تنقل حكي مو أكثر، مو إنها تفجر مكتب يا ست آيلة. طالما فتي بهالشغلة هاي، أنت بدك تساعديني. طيب بدي ورجيها لنعمة شو يعني إنها تجرب تقتلني بمكتبي. ريحتها بتشهي ست نعمت. لتكوني ناوية توزعي على الراحة لهديك؟ لك إن شاء الله بتموت لحتى وزع أوزي.
ليكي قبل ما تمشي سكيبي شوي وخديهن معي لحتى تطعمي عيلتك من هالحلو الطيب هذا. ايه شو قالت البنت كمان؟ قالت الموضوع مهم كتير ولازم تشوفني بكرة. يلا ان شاء الله هالمرة رح نقدر نحل هاي المسألة، وساعتها خلي سليمان ينام مظبوط وينبسط بنومته. وهلا خلونا نعيد من الأول. هذا الأخ لقاكن وناداك إلك وطلبت فدية وما قبلت تعطيه وهربت، مظبوط؟ يعني مو هيك بالضبط بس مظبوط. وانت أخذت تليفون الزلمة ولما راكان بعت هديك الرسالة شفتها وقلت أكيد بقدر آكل خبز من ورا هالشغلة هاي بتهديد الرجال، مظبوط مو؟ يعني هلأ معلم صحيح طريقة شرحك لهالموضوع مو حلوة كتير، بس ايه هذا اللي صار. وانتو رحتوا بالليل وهاجمتوا محله للرجال شو مظبوط؟ لناخذ التليفون وبعدين جيتوا حكيتوا لي القصة بشكل مو صحيح واجا هالغبي ركان زاد الطين بلة لهون، مظبوط؟ هالموضوع رح ينحل على هالسفرة هاي وبدون ما يتأجل. ها اطلعت لفوق وطمعت لتصل للأكتر، عشو اعتمدت لتفكر هيك؟ ها وفوق هذا كله حاولت انك تهدد ابن سليمان يا ونجي كمان، مظبوط مو؟ شو هالكلام هاد؟ يعني مين انا لحتى هدد السيد راكان معلم؟ مع اني سمعت انه متورط بقصة قتل، بس اكيد رجولته فرضت عليه انه يعمل هيك. يعني انا طمعت مظبوط هذا الشيء وبترجاك تسامحني. لا تاكل هم رح سامحك. وانتو هلا بدكن ياني اعطيه درس مرتب لهالشخص، هالحكي مظبوط؟ بروفيسور انت مرة قلت لي ليش الشخص الفقير ما بيسرق وما بيخدع وما بيطمع بأموال غيره مثل الغني؟ هذا الزلمة جاوبك وأثبت لك انه كلامك مو مظبوط. بروفيسور الكل بيحاولوا يغيروا واقعهم وما بيحسبوا شو رح يصير معهم. عمران اطلع منيح وانت شوف هذا الدرس. هذا الدرس لازم ما ينتسى ابدا. بالكل مثل ما انكم شايفين عيوني اليوم محمرين كتير، لهيك انا هلا بدي حط مكياج بناسب البنت الحزينه يلي صار لها سنه منفصله عن حبيبها اللي خانها. بس رح اوضح لكم اصول المكياج. طبعا عنا خافي العيوب بالنسبه للعيون الحمراء مهم كتير، ومشان هيك اختي ماني فاضيه. طيب اختي افتحي الباب خلينا نحكي شوي. شو بدنا نحكي؟ شو بدنا نحكي؟ بعرف شو بدك تقليلي. بابا مخرف اختي، لهيك ديري بالك عليه مثل ما انا بعمل. خلص الموضوع ما بيمشي معي. دقيقة ما فهمت شو بدك يعني نعمل لك؟ شو نرميه بالشارع ونتفرج عليه ليموت؟ يموت مو مشكلة، اصلا انتي بتطلعي الصبح وانا اللي عم اتحمل جنانه بالبيت طول النهار مو انتي. ليش انا بكافي يا اختي روح او ضل؟ انا عم بشتغل منشان تتعلمي. خلص لا تتعذبي،
بعد 4 شهور بصير عمري 18 ورح اطلع من هالبيت واخلص. رح اترك البيت مشان تاخذوا راحتكم انت وبابا الحنون. فكري مصروفك بيتدبر بفيديوهات المكياج مو هيك؟ بوسي افتحي هالباب خلينا نحكي. خلاص بكفي بقى، عاملة حالك ملاك يعني؟ بنت قليلة أدب مثلك ما رح يجي منها خير لأهل بنوب. وانت ليك إذا مرة تانية بتعمل هيك شي عن جد وقتها رح تنضر لأنك. حتنام برا البيت وقتها. انتو بتعرفوا ليش قتلته؟ بتعرف يا بروفيسور؟ هذا الزلمة مات لأنكم نصبتوا علي انتو، بس لو أنا قتلكم من أول يوم شفتكم فيه كان ضل عايش هلأ. لو ما ابتزيتوني وابتزيتوا ابني راكان بجوز كان هالزلمة لساته عايش. بس أنا قاتل وانتو أبرياء هون، ما هيك؟ هذا الزلمة مات بسببكم انتو. هو مات. فيك تقلي ليش انتو لساتكن لهلأ عايشين عرفان؟ لأنه لسه لهلأ في عليكن 10 ملايين ديون إلي، وبدي هالدين. الأخبار مو هيك أستاذ؟ أي قالت عن جد أنا فرحت من كل قلبي. بتشكر. الحمد لله على سلامتك. ألف حمد وشكر يا حبيبي.
يا عمري انت. نام يا روح ابوك، نام. نام يا حبيبي وارتاح لحتى تكبر. بس سامحني، سامحني اني ما قدرت اكون ابي ليق فيك يا روحي. ما رح ضل جنبك وانت عم تكبر، ما رح لوح لك بايدي وانت رايح على المدرسه، ما رح اكون جنبك لتحكي لي وتفضفض لي، ولما تعشق وتعاني من الحب ما رح أقدر أشرح لك شي عن الحب. ما رح أقدر أكون معك بكل هاي الشغلات، سامحني. بجوز تزعل مني شوي وبعدين تقدر وضعي، وعلى الأغلب لا. أنا بعرف كتير منيح الوجع اللي رح خليك تعيش ويا ابني. بعرف شو هو ألم غياب الأب وفقدانه، والفراغ الكبير يلي رح أتركه بدنيتك. شو يعني إنه ما يكون في عندك أب يحميك ولا سند يوقف معك؟ لا تخسر ضميرك وصدقك بنوب، بدك تكون جنب أمك على طول. اسمعها منيح وعطول كون شخص محترم مع النساء يا ابني. كون حدا صافي بأي وقت وبكل ظرف، ولما تصير أب إذا صار في عندك بنت حطها بعيونك، وإذا صار في عندك ولد لازم ترافقه. شو ما كان ابنك وشو ما عمل، حبه وقربه منك، حبه كيف ما كان. واسعى ورا السعادة يا ابني، ما في شيء أهم من إنك تكون سعيد. أنت رح تزعل مني ورح تعصب مني، تنزعج كتير، وأكيد رح تنقهر لأنه أنا ما كنت جنبك. بس معلش، عصب على كيفك، بيكفي انك ما تخجل فيني. تمام هيك، يسلموا ايديك. ليك أجاز الشغلة الثانية. تفضل. عرفان أنت متأكد؟ يعني الواحد بهالزمن ما لازم يفوت بحرب مع الكل دفع واحدة، لهيك يا ريت ترجع تفكر لك شوي. فكرت بالموضوع. مين اللي قعد مع عرفان؟ المحامي. الأسبوع الجاي في جلسة وطلبوه مشان هيك. اثنين. عرفان ضب الورق. بلكي هالدعوة بتخلص وبيرجع على شغله إن شاء الله. شو اللي تغير؟ أنت عم بتقولي هيك؟ على أساس مو منيح هذا الشغل. أختي أنا كنت أتمنى نعيش بوضع غير اللي عايشينه ويجيب مصاري أكتر من شغله. لهلأ حابة هالموضوع، ليش ما حب هالشي؟ بس الظاهر المصاري بتجيب معه شغلات منيحة. عايدة؟ عارفة شو صار؟ انحلت المشكلة؟ حليناها وانتهى الموضوع، لا تخافي. أنا هلأ عندي شغل وبدي روح، وبعدها رح أرجع على البيت شوي، ماشي؟ طيب روح، مع السلامة. شكرا لك. يسلموا. آخ
شو هالحالة اللي انت فيها؟ حتى الأكل ما لك نفس فيه. شو الموضوع؟ لك ليش كل هالزعل هاد على غير العادة؟ بهدلته وسبيته وضربته وكل هذا ما نفع. طلب مني فرصة وعطيته وفشل، كمان عطيته غيره وما نفع. هو ما بده يصير مثلي. أنا لما أخذت الليرة من أبوك عملت منها 5، وصار عندي رجال كتير وبيشتغلوا تحت إيدي، بس لليوم هذا الولد ما زبط معي. نعمت أنا رح جن. شوفي شو عمل راكان سليمان. صباحو بابا. دقيقة وبكون جاهز، منطلع مع بعض ممكن؟ بس أنا قطعت الأمل بنوب منك، خلي هالشي ببالك. لهيك أصحك تجرب تدعس بالشركة، عم تفهم؟ وخليك بعيد عن بابل. بابا. ولا بقى تقلي بابا بعد هلا. عرفان بيك؟ عرفان بيك؟ مو صاير شي صح؟ لا أبداً، كله تمام والحمد لله، ريان منيح الحمد لله. نتائج تحليل الورم طلعت سليمة وهذا المهم. ايه هذا خبر حلو، عن جد أنا فرحت له من قلبي. ايه والله همه راح. بتشكرك كتير على هديتك، يسلمه. أنا بصراحة ما قدرت شوفك لهيك تركتها مع باقي الهدايا، بس أنا عرفت أنها منك دغري، لأنه ما في حدا حوالي بفكر بطريقة لطيفة مثلك. أنت لشو مزعوج طالما ريان وضعه منيح؟ عرفان صباح الخير. صباح الخير. شو خير؟ تعال. كيفك عايشة خانو؟ أنا كتير منيحة، وحضرتك؟ منيح. طقس حلو اليوم ما؟ إيه. بصراحة معدتي كتير عم توجعني يا عرفان، يعني لو ما اتصلت فيني كنت رح ضل نايم لحتى ارتاح. أوف، شو القصة؟ الوضع ما راح يستمر هيك. ايه خير، شو اللي صاير معك؟ شوفي طمني يا عرفان افندي، قلي شو هذا الوضع يلي ما راح يستمر، وضح لي الوضع. بالعموم ما بيكفي اللي شفناه قدام عيونا. لا تقول هيك، كل ما بتحكي بهالطريقة بنوقع بمصيبة اكبر من اللي قبلها. انا قطعت عهد على حالي مبارح قدام ابني وربي، قلت اذا ابني تعافى انا راح نال عقابي على اللي عملته. انت شو عم تحكي؟ عقاب شو هذا؟ شو عم تخبص؟ اخي
امبارح نظفنا وجهنا من دم الزلم اللي قتله، مستوعب هالشي؟ ها؟ لك هي جريمة قتل مو لعبة. الزلمة مات بسببنا، بسبب اللي صار. لك هذا الزلمة مافيا، تحدى مافيا أكبر منه، يعني هو مات بسبب هالموضوع، ما دخلنا بكل القصة. إذا هو طلع مافيا نحن مين لكان؟ اللي نحن شو؟ نحن عم نسرق ونحتال مثلهم. راكان بيقتل واحد نتستر عليه ومنهدده بفيديو، بعدين نحن اللي علقنا رجال المافيا مع بعض، مزبوط؟ فتح عيونك منيح وشوف بشو تورطنا. لك انت مستوعب شو تورطنا ولا لا؟ لك ايدينا تلوتوا الوسخ مثلهم، في ناس عم تموتوا نحن السبب شباك. لك الله يلعن هالضمير يلي عندك، وقته هلا يصحى. يعني انت الوحيد اللي عنده ضمير بهالدنيا هي؟ هالزلمة كان وسخ ومحتال، والله أعلم كم قلب حرق وكم شخص قتلوا على إيده. لك كان حيموتنا هذا الزلمة بدون ما يرفله جفن. نحنا ما عملنا مثلهم بإرادتنا، لك نحنا اثنين عملنا هذا الشي بس حتى نحمي أرواحنا، مزبوط؟ أخي أنا ما بقدر أنسى الموضوع، كتير صعب. أنا أكيد رح جن يا رح يصير معي مرض نفسي يا أخي، وأنت بتعرفني من 30 سنة. أنا من اليوم ما عم بقدر أطلع بوش ابني، مستحيل أخي. بس انت ما فهمتني، مين اللي رح يفهم علي يا رجل؟ لك عرفان انا فهمان يلي عم تقوله، عن جد فهمان هذا الحكي. لك الله يلعني اذا مو فهمان عليك كل شيء، بس يا ريت ما كنت قدران اني افهمه. طيب ولما فكرت بهالموضوع شو لقيت؟ قلت بأمن على الكل هلا وبعدين بسلم حالي للمغفر. ها؟ الظاهر انك جنيت على الاخر. قلي شو صار لك هلا، طقمخك؟ لك والله والله ولد صغير ما بيقول هيك. ما رح غير رايي ابنه. قولي أيلا قرار شو؟ ليك سليمان أنا ما رح لف ودور معك بالحكي، أنا مستحيل كمل معك بهالموضوع أبدا، أنا بدي إنهي كل شيء. يا أيلا اهدي بقى، لا تحكي كلام ما أفهمه، تعطيني سبب للي سمعته. يعني مو عارفان يلي صار معي؟ أنا كنت رح موت، كانت مرتك رح تخليني موت يا سليمان. لسه بيقلي كلام ما بفهمه؟ ايه طيب خلينا نروح. هاي الأمور أكيد بدها تاخد شوية وقت معنا بس مو مستحيلة. أنا عملت حساباتي، أول شي سليمان قالوا علينا 10 مليون دين غير ال 98 شخص يلي بالنظام كمان. من الأول منسكر هالدين لحتى تكونوا أنتوا بأمان من أي خطر. وبعد أنت عن جد طلعت ما بتفهم بالاقتصاد بنوب، أنت ما لك علاقة فيه أبدا عرفان، وحساباتك مو صح. ليش مو مزبوط؟ وين الغلط؟ إيه اللي شو حيقلنا سليمان وقتها؟ انت مفكر انه حيقلنا وصلني ديني الله يرضى عليكم ويسلموا ايديكم وهي الباب من هون تفضلوا مع السلامة؟ ايه طبعا هيك رح يقلنا، هالزلمة مو مشكلته المصاري، رح نعطيه المصاري وهيك بيمشي الحال، ما عاد له عنا شي ابدا. رح نصير نضغط على شغل باب الاكتر، يعني بجدية اكتر لنربح مصاري بوقت اقصر من هيك. اول شي بنعطيه لسليمان 10 مليون وبنخلص منه وبنجمع مصاري تكفيكم كل العمر، بعدها بروح بسلم حالي على المغفر وبس. عرفان شوف أنا فهمت كلامك يلي بلا طعمة ماشي، وخليني إجي معك وقول إنه عملنا هيك ونفذنا هالحكي، بس ليش تسلم حالك للشرطة فورا يا عرفان؟ لك أنت لهالدرجة نظرك ضيق وكل هالقد أنت واحد غبي وما بتفهم شي يا عرفان؟ خلينا نهرب لبرا. إيه بس لو نحن اتنين بقول أنا معك راح نهرب، بس عنا عيال. أنت عندك أخت وابن أخت، عندك أم وأب وأخ. ليك فوندا حامل من جديد وصفط بجوز يضل بلا شغل. بعدين مو انت قلت لي باول يوم اخذتني عند سليمان انه هذا الزلمه بيوصل لسابع جد لك وبيقتل لك اياها؟ لك انت مشاكلك ما بتخلص يا عرفان، كل يوم بتخترع لنا موضوع جديد. ايه بس هذا موضوع مهم كتير. ليك عرفان كرمال الله تركنا نجمع مصاري مثل كل هالناس، لك لسه لهلا مقضينا خود من هاد وعطي هاد. لك افهمني، لو سمحت ترك لنا مجال نجمع مصاري حتى ندوق طعمتها ونتهنى فيها ونستمتع فيها. لك عرفان ايه بس انا ما بدي ادوق طعم هي المصاري بنوب، لك ما بدي استمتع بهي المصاري ابدا، انا مو هيك يا ابني، أنا مو من هذا النوع. أنا لو كنت هيك كنت من سنين رحت اشتغلت بأوسخ شركات، ساعتها كنت طلعت مصاري منهم، وبجوز يكون معي مصاري لدرجة أنت ما بتقدر تصدقها، ولا نحط سلاح براسي ولا عرضت حياة عيلتي وأهلي لخطر هدول الناس. شو الموضوع؟ يلا أحكي بسرعة ديما، الخانم ما نمت منيح وهي عم تفكر بالقصة. ايه عم اسمعك، شو هالشي المهم كتير؟ ايه
ليكي هدول هنن يلي ضلوا معي من كل المصاري يلي صديت فيهم القرض تبعي، رح ادفعهم بعدين. ليكي ديما، مو حكينا بالموضوع وسكرنا؟ وما فيك تصرفي هالمصاري وتجي تغيري رأيك بعدين. بقدر، انتهى كل شي بيننا. شوفي يا ديما، أنا لازم أمشي بسرعة. شو لوين؟ عدي لنشوف. وهلأ رح تحكي كل اللي أنا ما بعرفه. مو ست نعمت والله إذا بيطلع أبي من القبر هلأ ما بيخلصك من بين إيدي. يلا شي حلو كتير. ها يعني على طول بتخطط لحالك وبتضبط أمورك كلها وأنا آخر من يعلم، مو هيك؟ لك اسأل رفيقك من باب الذوق على الأقل. نحن مو أسسنا هالشركة سوا يا سيد عرفان. عندك حق باللي عم تقوله، بس ليك أنا ما بقدر أتركك ببابل. تعرف ليش يا صديقي؟ بعرفك منيح، رح تنسحر مثل غطاس انسحر بالمرجان اللي شافه، يلي كل ما غمق بيغوص أكتر. أنت مستحيل إنك تفهم إنه هاي الشركة لازم تتسكر إلا لما تجي الشرطة. أنت رفيقي الوحيد ومستحيل خليك تصل لهون. أنا عملت حسابك، لا تقلق. قال لي كيف بقى؟ هاي الشركة لازم تتسجل باسمي أنا، والشركة اللي ببنى ما أصلاً ما بيطلع من وراها أي شيء لأنه سجلتها باسمي من قبل. رح سجل كل شيء باسمي بس هيك، وبقول للشرطة شريكي ما بيعرف الموضوع وإني خدعتك بس هيك. مو موافق عرفان. أخي الشرطة رح تجي وتسألك، بتقلهم ما عندي علم بشي من اللي صار وإنه أنا خدعتك مو أكتر. وافي عرفان، أنا ما بعمل هيك معك. مثل ما فتنا بهي الشغلة مع بعض بدنا نغرق مع بعضنا كمان. أخي أنت غبي شي. خلصنا، إذا فتنا أنا وياك على الحبس اللي شو رح نستفيد من هالفوت كلياتها؟ وقف كرمال الله، رح يضلوا ريان وعايدة بلا حدا بدون شي. أمورهم صعبة كتير هلأ، أنا ما عندي حدا أثق فيه غيرك بهذا الموضوع. عرفان لسه ما اجا اختي، انا لحالي هون. اطلعي لفوق اذا بدك. تم. يا خانو، حضرتك زوجة عرفان سايغون؟ ايه. زوجك نسي هي الشنطة بالبوفيه. شكرا لك. ولو. سايكون والمدعى عليها عايدة سايكون تزوجها بتاريخ 14/3/2013، وبسبب الخلاف الدائم بين موكلي وزوجته لأن موكلي لم يعد قادراً على الاستمرار بعلاقة الزواج بشكل سعيد معها، لذلك اتخذ قرار بالطلاق. بده يعلن الطلاق كرمال تلفتي نظر عرفان جاي بهدية وجاي تمثلي دور الحنونة اللي عم تشفع على ابنه. قلبك كتير أسود، أسود ومعفن عن جد. شي طبيعي لأنه ما فيك تحبي غير الولد اللي أنت ولدتيه، فعقلك ما عم يستوعب. أنا بالنسبة إلي ممكن حب طفل ومو ضروري يكون ابني، حتى ممكن حب كلب صغير أو قطة بنفس الطريقة. منيح هالحكي وحلو كتير، روحي حبي كلب. عيلة رح أقولها لآخر مرة، أوعيك تقربي من ابني وزوجي. تعرفي شغلة عايدة؟ هذا الولد المهضوم اللي جوا والزلمة اللي قلبه طيب ما بتستاهليهم انتي، عن جد ما بتستاهليهم. لكن انتي بتستاهليهم. شو عملتي مشان هالشي؟ شو التضحيات اللي قدمتيهم؟ شو التنازلات اللي انجبرتي تساويها؟ وشو المعاناة اللي عشتيها؟ تعرفي شو؟ كل حدا بيعيش الحياة اللي بيستحقها، وانتي لهيك يا دوب قدرتي بالآخر تكوني عاشقة لهذا المافيا. شكرا. وانتي مجرد وحدة عم تستغل ابنها بس لحتى تحافظ على زوجها، هاي هي حيلتك. تعرفي شو رح يصير بالاخير؟ بما اني بعرف زوجك وبعرف طبعه،
فأنا متأكدة إنه رح يشوف وشك البشع يا عايدة. وقتها شو رح يصير؟ وقتها بده يكرهك وبده يتركك. الموضوع أنا بحله، بس أعطيني شوية وقت وما بقى تسمعي فيها. المهم أنت روقي ماشي؟ مرتك عم تحاول تقتلني وبدك يعني يروق؟ آيلا كرمالي اهدي شوي. أنا وإنت وصلنا لطريق مسدود. آيلا آيلا آيلا، إياك تجيبي سيرة الانفصال على لسانك. شو أعمل لك كان؟ انطرى لشوف شو لسه رح تساوي فيني؟ ها؟ اسمع سليمان، أنا كنت فكرتك رجل أعمال محترم وبالآخر طلعت شي مختلف تماماً، ومرتك وابنك لسه أسوأ منا. أنتوا مثل الكابوس وأنا مو مضطرة عيش هيك عيشة بنهم. عم قلك ما بقى رح تقرب منك، اتركي لي موضوع نعمت ماشي؟ كيف رح تحل موضوع نعمت؟ يعني هي رح تطلع من حياتي ولا رح تحول مرة تانية؟ بدي عيش كل يوم وأنا خايفة منها وما بعرف وين بدها تطلع لي وشو بدها تعمل فيني؟ شو قلي؟ رح تترك أختي بحالة؟ ولا رح تدفع مصاري للبنت يلي عندي لتشغلها جاسوسة؟ ها؟ هالمرة فجرت المكتب تبعي ولسه عم تقلي مشان اهدى؟ هالمجنونة حاولت تقتلني سليمان؟ ايلا خلص اهدي كرمالي، معك حق باللي قلتي، بس انا ما بقدر بعد عنك ابدا ماشي؟ بمسح كل شي من حياتي كرمالك. ما بدي، لو سمحت ما تعمل شي بالمرة، واذا في حدا لازم ينمسح فهو انا ماشي؟ بعترف إنك على طول كنت واقف جنبي، لولاك ما كنت رجعت وقفت، الفضل إلك أنت، مستحيل أنسى هالشي وما بقدر، وفيك حقك، بس ما تنسى نحن الاثنين مختلفين تماماً سليمان. مو شايف إنه كل واحد فينا بدنيا؟ نحن منعرف هالشي من الأول، أنا وإنت منعرف كتير منيح إنه علاقتنا مستحيل تكمل ورح ننفصل بالآخر لو شو ما صار. حاجة آيلة بكفي، ليش عم تقولي هيك؟ قلتلك إني أنا رح حل الموضوع. آيلة آيلة وقفي كرمال الله. آيلة استني، روح من هون، ما بدي شوفك، تعتبر انه اللي بيناتنا انتهى. آيلة افتحي الباب، ما في شي بينتهي هيك، بدي تعطيني شوية وقت، بوعدك رح رجع كل شي احسن من قبل، بس افتحي لو سمحتي. أهلا وسهلا. عرفان مانو هون؟ والله اليوم إجا شوي وراح، بس إذا بتحبي بخبره إذا الموضوع مستعجل. لا مو مهم، رح روح. جاهزة للمساء؟ وكتير كمان، بس لسه ما بعرف على شو بدي دور ولا شو بدي أعمل. يا بنت شو عم تحكي انتي؟ يعني شو ما لقيتي بيكون منيح. لا تخافي انتي ما رح تطلعي من هنيك فاضية إن شاء الله. شبك؟ شو يلي خوفك؟ شو يلي تغير؟ على أساس انتي ما بتخافي من شي؟ لا تنسى أني رايحة على بيت أكبر رجل مافيا هون، رح شوف ابنه ومرته المجنونة، وما بدك يعني يكون خايفة؟ يا
شو بدك؟ شو عملتي؟ شو صار؟ ما بعرف شو اللي عملتي لما كنت مشغولة بمرض ابني. ما رح خلي زوجي يتركني. عم تسمعي؟ أنا وعرفان مستحيل نطلع يكون بعلمة. لك أنا شو دخلني؟ ما رح خليك تدمرينا لو شو ما صار. أنا ما رح أسمح لك بهالشي. انت جنيتي يعني؟ طلعي من بيتي. شيلي ايدك عني. طلعي من بيتي. شيلي ايدك. عم اقول لك اطلعي. انا بورجي فيك تروحي تسالي عرفان انا شو بعرفني انكم رح تتطلقوا. ما في بحياتي الا المشانين. انت ما ضل براسك عال بنوب؟ كيف بتتجرأي تعملي هيك مع المراه يلي بحبها؟ فهميني كيف؟ رح وقف عن حدا وما رح اتركها. بعدين ماني ندماني على اللي عملته ويا ريتني قبرتها كمان. إياكي تختبري صبري نعمة. الله صرت قلت بتم العالم. كلن عم بيقولوا سليمان اللي ما حدا قده صار لعبة بإيد هالمرأة. إيه حلو والله. طلعي لشوف. تركني تركني. روحي من هون. ما تخليني شوف وشك. انقلعي لعند بناتك وما بعد ترجعي. انت كيف بتتجرأ تقلعني من هون؟ ما رح أطلع من هالبيت. وإذا ما بدك تشوفني بتروح أنت بتنقلع. إذا بتزعجي آيلة مرة تانية رح أقتلك بإيدي. هدول عم تسمعي؟ ليش؟ مين انت لحتى تموتني؟ قلي مين انت؟ نسيت انه كل المصاري اللي معك من ابي وقوتك كلها منه كمان. لولا هيك كانت هالمرة اللي رح تقتل مرتك كرمالها طلعت بوشك. ولا لتكون مفكرة حاببتك على عيونك ولا على جمالك. بس انا ما رح خلي هالوقحة تاخذ مصرياتي. عم تفهم؟ والله العظيم بقتلك. عم قلك آيلة خط احمر لا تقربي منها ونحن رح نطلق. ما بدي اياكي وما بقى تجيبي سيرة عيلة على لسانك. عم تفهمي؟ اتركني سليمان. موتي نقبري. ما بيهمني شو عم تعملوا لك. انت لا تتدخل. كيف ما اتدخل؟ اياك ترفع ايدك مرة تانية عليها. شيل ايدك من وشي. بعدين انت ما بتعرف شو فيه. لو بتهمك امك لازم تكون احسن من هيك. مو مصيبة على راسنا. عأساس انه بتهمك؟ شو نسيت انك بعتنا كرمال هديك؟ مين انت لتحاسبني وتحكي معي هيك؟ كيف بتتجرأ؟ نسيت شو عملت انت؟ رحت على الشركة وخربت لنا الدنيا. ولمين بده يطلع؟ غير إلك انت. هاد من دمك ولحمك اكيد بيشبه ابوه. بعدين الشي اللي ما عملته كرمال ابنك عم تعمله من شان هالمرة الوقحة. معقول هالولد ما في يدخل على الشركة وهي لجده؟ هذا الغبي اذا بيجي لسه اسبوع على الشركة رح يخرب كل شي من ورا غبائه. ابنك هذا اللي شايفه حالك فيه بيخرب اي شيء بيحط ايده فيه. لهيك قلعته. خبرت امك شو عملت ولا لسه؟ يلا احكي لها لشوف. ما بعرف كيف بدي رائع وراك ولسه عم تدافع عنك. وقفوا وقفوا. انت كمان بتعرفي بالقصة؟ انتوا اتنين خططتوا مع بعض ما هيك؟ عملتوا كل شيء من ورا ظهري. والله عملنا اللي عملناه. عم نحاول نحمي عيلتنا مو أكتر. أما أنت راكد ورا ملذاتك. لك؟ شو لتكون أنت يلي قتلته لهداك الزلمة يلي عمل التفجير؟ ها؟ شو بكم؟ نسيتوا تقول لأمك؟ ها؟ شي حلو. والله شي حلو. عرفان 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 وينك؟ عرفان هذا وين اختفى؟ وين اختفى؟ الله يلعنك. وين رحت؟ بس فهمني وين رحت. بدي اعرف وين بتختفي وما بقدر لاقي. فاطمة شو لسه ناطرني؟ والله لفيني بكفيني. حاجة مصايب. ما حاجة. انا ما بقدر اتحمل اكثر من هيك. انا راجل من اللي عم بيصير. عايدة؟ عرفان عايدة شو في؟ عرفان عرفان قلي قلي انه هاي مزحة. يلا قلي. انا ما تخليت عنك ولا عن عائلتنا حتى. ما بدك تطلعني وتتركني مو هيك.
ولأنه ما بدك نتطلع عن جد. هاي شو؟ اللي شو هاد؟ شو هاد؟ وأنا مشغول بالي بحياة ابني وأنت. أنت ما ضل عندك هموم غير تخلص مني. ما كان المفروض تعرفي بهاي الطريقة. يعني شغلة عن جد أنت ناوي تتركنا؟ بعرف إنه بعمرك ما حبيتني وطول عمرك عم بتكابر أصلاً. حتى لو ما قلت لي هالشي بصراحة أنت دايماً كانوا عيونك كل يوم يقولوا هالحكي. وأنا كنت عم بتحمل وقول معلش أنا بحبه وهالشي بيكفي. أصلاً العشاء بيجي وبيروح، المهم نكون سوا مبسوط. ما في لزوم لكل هالحكي، لو سمحتي بيكفي. كنت متوقع أنك بتحبنا عن جد عرفان، وراهنت على حبك إلنا، بس الظاهر أنت مو بس ما قدرت تحبني وما قدرت تحب عائلتنا كمان. أنا عن جد عقلي ما عم يستوعب شو اللي صار هلا وشو. أوعى تلمسني عرفان لو سمحت. ما عندي خيار عايدة، مجبور. كيف يعني مجبور؟ شو اللي بيجبرك على هيك شيء؟ كله بسببها، ما كله من ورا هالملعونة الحقودة اللي اسمها عائلة، واللي كنت بعرف من الأول إنه حتنسيك عائلتك وابنك وتسرق عقلك وتلعب عوافر. عايدة حاجتك تخبيص بكفي بقى. عم قلك نحن مجبورين نتطلق، ما عندي خيار تاني. نحن مجبورين نتطلق. ليش عرفان؟ لأنه أنا متورط بمصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة كتير. نحن رح نتطلق، ما بدي إياكي وما بقى تجيبي سيرة عائلة على لسانك، عم تفهمي؟ اتركني سليمان. موتي نبري، ما بيهمني شو عم تعملوا لك. انت لا تتدخل. كيف ما اتدخل؟ إياك ترفع إيدك مرة تانية عليها. شيل إيدك من وشي، بعدين أنت ما بتعرف شو فيه. لو بتهمك أمك لازم تكون أحسن من هيك، مو مصيبة على راسنا. عأساس إنه بتهمك؟ آه؟ شو نسيت إنك بعتنا كرمال هديك؟ مين أنت لتحاسبني وتحكي معي هيك؟ كيف بتتجرأ؟ نسيت شو عملت أنت؟ رحت على الشركة وخربت لنا الدنيا. ولمين بده يطلع؟ غير إلك أنت، هاد من دمك ولحمك، أكيد بيشبه أبوه. بعدين الشي اللي ما عملته كرمال ابنك عم تعمله من شان هالمرة الوقحة. معقول هالولد ما في يدخل على الشركة وهي لجده؟ هذا الغبي إذا بيجي لسه أسبوع على الشركة رح يخرب كل شيء من ورا غبائه. ابنك هذا اللي شايفي حالك فيه بيخرب أي شيء بيحط إيده فيه، لهيك قلعته. خبرت أمك شو عملت ولا لسه؟ يلا حكي لها لشوف. ما بعرف كيف بدي رقع وراك ولسه عم تدافع عنك. وقفوا. انت كمان بتعرفي بالقصة؟ انتو اتنين خططتوا مع بعض، ما هيك؟ عملتوا كل شي من ورا ظهري. والله عملنا اللي عملناه، عم نحاول نحمي عيلتنا مو اكتر. اما انت راكد ورا ملذاتك. لك شو لتكون انت يلي قتلتوا لهداك الزلمة يلي عمل التفجير؟ ها؟ شو شبكم؟ نسيتوا تقول لأمك؟ ها؟ شي حلو، والله شي حلو. تعالي اقعدي. في حال ما تطلقنا وقتها ما فيني احميك ولا حتى فيني احمي ابني. ما بستوعب. انت بدك تحمينا بانه تتخلى عنا عرفان؟ عرفان فهمني شو الموضوع مشان الله حاجة تخوفني وقلي شو القصة. تخيلي انهم قتلوا رجال قدام عيوني.
قتلوه بسببي. عايدة، أنا متورط بمستنقع جرائم إله أول ما قال وأخير، ما بقدر أهرب من هون، مستحيل. والله أنا آسف، أنا بعد كل شي عملته ما رح أقدر أحط طيب عيوني بعيون ابني. اهدى لو سمحت، اهدى، كل شي حيتغير، عم تفهم؟ كل شي حيتغير ويصير أحسن، وبدون ما نتطلق مستحيل نتطلق. قد ما كان وضعك صعب رح نتجاوز مع بعض. صعب. والله رح نتجاوز. انت مستوعبة انه انا بشو متورط؟ هالمرة الموضوع كتير معقد وصعب وما فينا نتجاوزه مع بعض. ليش؟ عرفان احكي، فهمني انت بشو متورط؟ سليمان ولا المصاري ولا الديون؟ بترجاك لبقى تخبي عني، بوس ايدك كون صريح معي وفهمني شو اللي عملته، مستحيل انه يتصلح. عايدة، نحن لا عنا منجم ولا عنا شيء. وشركة بابل كلها عبارة عن مجرد كذبة كبيرة، نصبت على الزباين وخدعتهم. أنا عم بحتال عليهم، ألفت هالكذبة لأخذ مصاريهم كله لأمن مصاري العملية. أنا خدعته لسليمان ولآيلة، كذبت على الكل. أنا أسست شبكة احتيال مصر، وبأي لحظة ممكن يرموني بالحبس. هذا هو ابنك المحترم، ابنك الغبي الفاشل يلي بلا مخ. كم جثة برقبتك؟ ولا بطلت تعد؟ الولد سر أبيه يا سليمان. أنت لما كنت بعمر راكان كم جثة كان في برقبتك لحتى جاي هلأ عم بتحاسبه للولد؟ آه؟ بتحب ذكرك؟ شو خبصت بزمانك؟ مزبوط أنا خبصت، بس مو بهالطريقة تبع ابنك. على كل نخليكي أنت وابنك حلف من ورا ظهري لأشوف غباءكم لوين رح يوصلكم. بس أقسم بالله رح تشوفوا شي مني بحياتكم ما شفتوه من قبل. آه؟ شو بدك تعمل؟ آه؟ شو بدك تطلقني مثلا؟ سيحي، او ليكون بدك تتبرى من ابنك الوحيد؟ شو بدك تعمل قلي؟ اذا ما بطلقك ما بكون سليمان، والله لا ارميك رمية الكلاب بالشارع. انت جرب تنفذ يمينك الفاضي هاد وساعتها اشوف انا شو بدي اعمل فيك، عم تفهم؟ انا بالزهور مطول بالي عليكي، لانه ما بدي غضبي وكرهي الك يخلصوا فورا بالعياط والتهديد. هالمرة اعتبري حالك انتهيت بوعدك اني دوقك الامرين بعدي. زمان يا سليمان، من أول ما شفت وشك سامع يا حقير، أنت كنت كلب مشرد ووسخ واقف على باب بيتنا. لو ما ضبيتك وقويتك الله أعلم بأي زاوية كنت عم تنقبر هلأ. لك روح انقبر، الله لا يوفقك. بكفي أمي، ما تكبري الموضوع أكثر. زيح، أنا بورجي لهالواطن اللي شايف حاله لك كل هالتخبيص من وراك. ياسين، الأم وابنها طلعوا أعدائنا وأنا مالي دريان. نعمت وابنها سبب مصايبنا، الحية يلي ببيتي هي يلي موقفت لي كل أشغالي. لا، وهداك الأهبل ورطته ولعبت بعقله الصغير. طالما بدك تطلع مثل أبوك، ليش ما تركت المدرسة من الأول؟ شو استفدنا يعني؟ لشو كل هالكليات والجامعات الخاصة لكان؟ خلص أمي، صرعتيني. صرعتك ما؟ لك أنا أمك ولا؟ لا تطول لسانك. لك طالما ما طلعت لأبوك، على القليل اطلع للمرحوم جدك اللي كان كل همه سمعة عائلتنا. يا بنت افتحي الباب. ليكون رجع جوزك. لوين بده يرجع هلأ؟ بيكون عم يركض لحضن السقطة تبعه مثل الكلب الرخيص. نعمة خانم، اجت الآنسة عائشة، شو قلها؟ لك كيف نسيت؟ ما كان ناقصنا غيرها، لأنه وقتها هلأ أنا كتير رايقة للضيوف. الجايين خليها تنطر شوي. لا وقفي. أمي لو سمحتي استقبلية برواق. طيب ماشي، دخلي. أمرك. من عصبيتي إيدي عم يرجفوا. طيب ليش خبيت عني؟
معقول هيك شغلات تخبي عن مرتك؟ قلت لحدا عن هالشي؟ ما قلت شي بنوب، حتى لعمران. وإذا صار هالشي؟ يعني إذا شافك ابني مرة تانية والشرطة عم يعتقلوك؟ حاجة تقولي ابني وابني؟ حاجتك بقى ليش مو ابني هو؟ وكل شي عملته كان كرماله؟ شي مرة بس جربي ما تلوميني، لك شي مرة بس استوعبيني وحطي حالك مكاني. أنا عم بستوعبك وفهمانة وضعك، بس مو متقبلة بنوب. ليش يعني مو متقبلة؟ شو صاير لك عرفان؟ مو أنت الزلمة اللي بعرفه. الزلمة اللي بتعرفيه مات وخلص، وأنتوا اللي قتلتوه، غمرتوا عليه وقتلتوه. أول شي براقه بعض المصايب اللي غصب عنه وقع فيها، 35 سنة ضاعوا بلمح البصر، قضيتهم بين المدارس والجامعات وبجرة ألم رموني لبرا. ولعلمك أنت أكتر حدا قتلني، لأنك بتلوميني على كل شي، على كل شي. ليش؟ لأنه في عندي مبادئ. وليش؟ لأنه بدي أكسب مصاري بشرفي. وبالآخر قلتي لي اعمل أي شي وأمن المصاري، شرفي هي أمنتن. ما قصدت بهالشكل، معقول هذا الطريق الوحيد؟ لا كان في غيره طبعا، بس عجبني. كان في، بس أنا شعب لي أنصب. عايدة أصحي على حالك، أنت بتعرفي كل شي، تعرفي كل شي مرينا فيه. ولما شفت المصاري ما قلتي شي، ما فتحتي تمك بكلمة وما سألتيني سؤال، فحاج تحطي مبررات؟ حاج بقى طلعي حواليك وشوفي حياتنا، في حدا بيكسب كل هالمصاري بتعب وعرق جبينه؟ لك مين اللي بيطلع بشهرين 10 مليون ليرة؟ فكري وجاوبي حالك. ما رح ننفصل عرفان. حاجي بقى، انت اول مين رح يتبهدل لما يكشفونا؟ ومستقبل ابننا حيضيع وما رح خاطر فيه ابدا. طيب شو بدك تعمل؟ بدي ادور على حل، ورح ابدا من براق وحل قصة هاي المحكمة. ريان شافوا هن عم يعتقلوني، كيف بدي امسح الصورة من راسه؟ ما بعرف، بدي جيب براق لهون، رح خليه اعتذر من ريان. براق بده يحكي له الحقيقة ويعتذر منه، وبعدها بفكر كيف رح أمن مستقبل ابني. ما رح أسمح له يعيش مثلي هيك بس. ما حنتطلق عرفان. مستحيل نتطلق. بدنا نتطلق، وأنا ما بدي نقاش بهالموضوع. تصميم بيتكن كتير في جمال وأناقة. هذا زو أمي. عنجد يسلم إيدك. كل اللي طلبته منك كاسة شاي، ليش تأخرتي كل هالقد؟ لا تواخذوني، هي هدية متواضعة. لا ليش عذبتي حالك؟ شو حلوين؟ أمي بتحب الورد وعندها جنينة خاصة. يعني أنا بقصص الورد ما كتير بعرف، بس في عندي رفيقي بيشتغل بمشتى الورد، عطاني 3 صبارات وللأسف ماتوا كلهم، وما بقى عندي غير نبتة واحدة وعم تكبر لحالها. ما شاء الله، قديش أصدقائك ومعارفك كتار؟ أول واحد كان رفيقك اللي بيشتغل بالمطعم، والتاني بيشتغل بمشتى الورد، ونهال مين؟ كل عام وانتي بخير، قراءة ممتعة عزيزتي نهال. متخانق انت وعايدة؟ من وشك عرفت. عايدة جن جنونها على الآخر، شافت العريضة تبع الطلاق اللي عملتها. بس أنا برأيي عايدة اللي بعرفها مستحيل ترضى بالطلاق. رح ترضى فيه مجبورة، ما في حل غيره. عاملين حلف مع بعض. كنت مفكر مرتي وحده بسيطه طلعت مشغله المساعده تبعها جاسوسه، بس بعرف كيف بدي حاسبها. شي مو معقول عن جد، بس والله ليش الكذب؟ انا ارتحت هلا يا بيك، راح مخنا يمين وشمال على الفاضي، هلا صار فينا نفضل شغل.
فشو مشان زينال؟ مو صار لازم نجاوبه؟ والله مزبوط. شو أعمل؟ ابعت له رد بسرعة؟ لا طول بالك شوي، خطرت على بالي فكرة أحسن. خبر جماعة الشحنة ورد على دعوة زينال إنه البروفيسور رح يوصلون. متأكد يا بيك؟ بركي خبص له شي تخبيصه. شو عليه خلي، وبس توقع براسه منقول له الحمد لله على السلامة ومنكمل طريقنا. هلا أكبر هم عنا هو المصاري يا عرفان. إذا فينا نأمن 20 مليون على الأقل ونخلص من سليمان بكفونا. أصلا طول عمر المصاري أكبر هم عنا. أوف يا. شو صار بالمحكمة؟ إذا شهودوا ما سحبوا الإفادة رح أدخل السجن فورا. عم فكر ليش ما بحكي معه؟ المشكلة إنه قدر يطلع قرار إبعاد بحقي، يعني إذا بقرب عليه بفوت على السجن كمان. تخيل إنه أساس كل هالقذارة وهالأمور المقرفة اللي أنا فيها هو برق. أخي أنا لازم آخذ براءة بهالقضية، وإلا طول عمري ما رح أقدر أطلع بوش ابني. هلا بعد كل شيء تورطنا فيه وقفت على هي عرفان؟ إيه وقفت عليه وكتير. هاي أصل المشاكل. انت ما عم تستوعب الفكره كلها ما هيك يا عمران؟ البراءه اهم درع عندي بيحميني واقوى سلاح عندي، بس هلا درعي مكسور يعني، وانا بريء قالوا عني حرامي. وما عم بحكي عن الناس، كل هدول اخر همي. انا الوحيد اللي بيهمني هو ابني ريان، ولازم يعرف اني تورطت بهالوساخات بس لانه كنت مجبور وغصب عني. هذا همي الوحيد. يعني لاني فقدت براءتي من زمان مفكرني ما عم استوعب ولا اكل همك بالموضوع ابدا عرفان؟ أنا مستوعب وحاسس بوجعك، بس أنت حتضل مذنب لحتى تثبت براءتك، وهي هي ورطتنا هلأ. فكيف بدك تثبت براءتك؟ جاوبني لشوف. شو بيعرفني كيف؟ ما بعرف شو بدي أعمل. كيف ممكن المظلوم يعمل هيك شيء؟ ها أنت حكيت. المظلوم شو بيعمل وإيديه فاضيين والعدو في معه بارودة وزخيرة ومدفع؟ العدو في معه أسلحة وأنت ما معك غير الشكوى. بس مع هيك شكور ربك اللي بعت لك صديق حنون مثلي عمران كيفرجيم جنبك. اتركني حل هذا الموضوع بمعرفتي، اصلا ما حدا بيقدر على الازعر غير اللي ازعر منه. حاجتك تنظير علي، انت ما بتعرف تشتغل غير بطريقتك الفاشله. انت بترمي الحجر واذا ما صاب هدفك بتتورط اكثر. اذا المحامين ما عم يقدروا يحلوها فشلون بدك يعني هلا؟ لا وقف لهون وبس. قدامك امير العداله والقانون، قدامك عمران. شلون؟ لا بس اضحك شوي. ألو نعم. خلال 5 دقائق يكون بمكتبي. مين هاد؟ خير شو في؟ سليمان عم بيقول معي 5 دقائق لأكون بمكتبه. أحيانا بيخطر لي اسفق كف هيك بقف ايدي. ماسكنا بالحبل من رقبتنا وكل ما ضاج شوي ببلش يشده. الله أعلم شو بده هلا. طيب روح معناه شوف شو بده، وأنا بشوف وضع براق. الله يخليك، انت لا تتدخل بقصة براق هالفترة، انا رح حل الموضوع بطريقتي الخاصة. طيب عرفان يلا تيسر انت. بينات التليفون المساء. مازن وينك انت؟ ايه محتاجك معي. ليك كان عندكم حدا اسمه براق بالكلية؟ أيوة إيه هو نفسه الواطي ابن الحرام. مظبوط مظبوط. أستاذك عرفان محتاج مساعدتك. هذا براق شو بتعرف عنه؟ بدي معلومات كاملة. ماشي فيك تشوف رفيقك الهكر وتجمعني فيه، خلينا نفحصه لنشوف شو بيطلع معنا. اتفقنا. إيه مازن كل شي بيطلع قدامك. يلا برجع بحكي. لساته غضه طري، بده ساعة ليستوعب. ايه في عنا شوية ذكريات مشتركة، كنا سوا بدورة الكاراتيه وبعرفها من وقت طويل. بس شو خطر لك تسأليني بهيك وقت عنا؟ أنا وقت اللي رحت لعندكن وتأخرتي عن البيت أبوك اتصل فيها، وبصراحة حبيت أعرف مين بتكون نهال. معناها بيكون قلق علي لأنه كان تليفوني مسكر وفكر أنه ممكن نكون سوا. أبوكي قال كان موظف بالبلدية وتقاعد من فترة. فعلاً أبي كان موظف بلدية.
عفوا بس هيك كأنه صورتك أنت وصغير؟ هذا أنت؟ أمي لا تحرجي بأسئلتك. شبك راكان؟ أنا ما عندي 10 أولاد، فشي طبيعي اسأل ودقق. أنت لا تتدخل، بس ما تكوني انزعجتي من أسئلتي. لا مو مزعوجة ولا يهمك. وعائشة وحيدة أبوها كمان، وما تحقق معي بهي الطريقة. طيب أنت ما تعصب، بس ما قصدي أني أحرجها أو ضايقها أكيد، بس شو بدي أعمل؟ معقول ما أسألها؟ هلأ عائشة إذا بتسأل أي حدا عنا بيجاوبوها، ورح تعرف أصلنا وفصلنا وكل شي، حتى كمان إذا بتدخل على الإنترنت فممكن تعرف كمان كل شي عن أمورنا وأملاكنا وعن عائلتنا بدون أي أحراج ومشاكل، ما هيك؟ أنا ما عندي هالخيار بنوف، فشو أعمل؟ أنا المفروض أسأل عنا، والبنت موجودة فما بدك أسأل؟ بس ما تكوني مزعوجة من هالشي بنتي. لا بنوب أنا مو مزعوجة، وشو بدك سألي؟ هلأ لون شعرك صبغة شي؟ مو صبغة، هذا شعري. طيب وبخصوص أنفك عملتي له شي تجميل؟ ليش ما فهمت؟ أنا وقت زرتك بالبيت بصراحة شفت ألبوم صورك وأنت طفلة، وما بعرف كأنك واحدة تانية، مو معقول قديش متغيرة، فقلت لحالي يمكن صابغة شعرك أو عاملة تجميل لأنفك وهيك حركات. بتعرفي أنت نعمت خانم، في شخص بده يشوفك، عم يقول إنه المحقق سادات. ماشي خليه يفوت. أمرك. مرحبا نعمت خانم. خير حضرة المحقق؟ في شي مشكلة؟ أبداً ما تقلقوا، كم سؤال بس راكان بيك. عائشة معلش تنطري فوق كم دقيقة. يا بنت تعالي خد الآنسة عائشة لفوق شوي. تفضل. لو سمحت هون على الشمال. بتشكرك. تفضل. سليمان بك، شو الموضوع المهم؟ أنا لازم هلأ أكون بالمشفى. إذا ابنك لساته عايش فهذا الشيء بفضلي، لساته عايش بمصرياتي فإياك تنكر فضلي. عم تاخذ مصرياتك مع الفوائد ولا ترجعون بسرعة؟ لقيت لك مستثمر بتروح هلأ وبتشوفه. بس نحن بنختار مستثمرين بمعايير محددة سليمان بيك، بشرح لك هالموضوع بشكل مفصل أكثر بشي وقت مناسب، بس هلأ لازم أروح على المشفى. وأنا ما عم أطلب رأيك، عم أقول روح بسرعة. أنت أصلاً ما عندك فرصة للاختيار يا بروفيسور، خلي هالشي محفور هون. الرجال الحر يلي بيختار مو المديون، وخاصة إذا كان مديون بيروحه مثلك وقتها بينفذ الأمور وبس. روح لعند زينال فوراً، وصله سلام بالأول، وبعدها قال له سليمان بيك رح يجي على موعد العرس أكيد. هذا العنوان. We'll be right back.
قضية التفجير لليوم ما انحلت، ولهيك مضطرين نزعجكم هالفترة. بدكم تتحملوا. بصراحة سألنا معارف آيلا خانم أكتر عن الموضوع، ولازم نسألكم إلكم كمان. الحمد لله حضرة المحقق، نحن مالنا من معارف آيلا. ذاك اليوم سبع شباط، انت وين كنتي ممكن نعرف؟ بصراحة ما بتذكر، يعني بيومها ما بعرف إذا كان في شي دعوة أو في شي عزيمة عشاء، والله ماني متذكرة. وإذا ما كان في شي أكيد رح كون بالبيت. ركان بيك، خليك لو سمحت بدي أسألك كم سؤال. بس تركنا ضيفتنا لحالة مو حلوة، خلص مع أمي وأنا برجع لكم. عائشة، شو عم تساوي؟ ليش هيك داخل على الهمس بدون ولا صوت؟ أنا عندي هوس بموضوع التناسق، وبس شفت اللوحة مايلة شوي ساويتها. ما تواخذني بس هالقصة بتسيطر علي، والله خوفتني. شو الموضوع؟ راكان بيك، المحقق سادات بده يشوفك. غرفة التلفزيون بالطابق الأول، هون رح تملي. طيب أوكي. يعني أنا عم جاوبك وحضرتك مو راضي تصدق. شو أعمل لك؟ كنت بالبيت يومتها. بسيطة أمي روقي، إذا بدك حاكي العقيد جوركان. وين عم يخدم؟ بأي فرع صار؟ بتعرف شو، معك حق يا راكان، الأفضل نعطيه خبر وهو بعدين بحل القصة. وأنا شو كان بدك تسألني؟ ولا شي، أنا برجع بزعجكم مرة تانية بوقت يكون مناسب. بعرف أخذت من وقتكم. يلا بخاطر، نحن بانتظارك. بعتذر منك مدام. يلا بإذن الله. معك، أكيد هالقصة من وراء راس هديك الحقيرة، ونحن ما لازم نضل واقفين هيك عم نتفرج عليها. أنت روح صرفها للبنت هلا، في عنا شغل كتير. عمران هلأ بدك تحكي لي من دون لف ودوران ليش بدهم يتطلقوا؟ أوه شو استلمتيني عوصلتي؟ طبعا، ليش رح يتطلقوا؟ احكي لي. لك أنا شو بيعرفني يا آيلا، قال بده يتطلقوا وهذا كل شي عرفته منه. كيف هذا اللي بتعرفه عمران؟ ما تبلش تراوغ علي هالحركات؟ كأنك ما بتعرفه لعرفان؟ شو بك؟ ولا أنا بعرفه يعني؟ هذا الزلمة مستحيل يطلق مرته. يعني قيمك من كل شي عرفان مستحيل ياخد هيك قرار وابنه لسه ما طلع من المشفى يا عمران. ما بيعمله. لك عرفان زلمة كتير منظم، من لما تزوج وإجا ولد ما عنده هم غير كيف بده يمشي أمور زواجه وعيلته من دون مشاكل. خلينا نقول هالشغلات بتصير بلحظة غضب، بس هو مو من هالنوع حتى، ما بيعملها إلا لتكون صايرة قصة كبيرة. مسك عايدة بالجرم المشهود مع حدا تاني مثلا، بهيك حالة بس ممكن يطلق عمران ليكون. لك شو هالتخبيص هادية؟ انت جنيتي نظامي، لوين وصلتي هلا؟ عايلة، عرفان مر على راسه شي كتير، يعني اذا مخه بينفجر انا ما بلومه ابدا. لك شو هالحكي هاد؟ ايه شو بيعرفني؟ اوف، شوف انا مستغربة كيف قدر يتحمل عايدة كل هالسنين بصراحة. لا عايلة، لا تظلميها لعايدة، بنت لطيفة وحلوة ومهضومة على فكرة، مو مثل ما شفتيها. بس انت ما شفتي منها هذا الوش. بس يكون بعلمك عايدة مستحيل تقبل تتطلق أبداً. أنت ما شفتها عندي،
والله خوفتني المخلوقة كانت جانة على الخالص. ليك أنا متأكدة إنه في شي صاير وإنت بتعرفه. لك آيلة أنا ما بعرف شي بنوب. طيب برأيك ليش ما يكون عرفان لساته عشقانك وقرر إنه يطلق مرته؟ مو زابطة معك؟ مو زابطة، لا مو زابطة. لو يكون ميت من عشقه عرفان مستحيل يعمل هيك شي أبدا. شو هالحكي؟ ليش لكان؟ ليكون من شان قصة الدعوة ها؟ حكي لي، انت بتعرف شو الموضوع وما بدك تحكي لي اياه، بس اتأكد انه رح يجي يوم واعرفه ورح اعرف انه كان عندك علم وما قلت لي وقتها رح اذبحك. عم تفهم؟ اوهو طيب خلص فهمنا بكفي. على فكرة هو من زمان بده يطلق ويخلص، بس لما صارت قصة العملية اجل هالموضوع. هيك بهالسهولة؟ ايه لك حاجتك سليمة. خليك هون وما تطلع صوت، شوي وبرجع. نعم سليمان. حبيبتي افتحي الباب خلينا نحكي شوي. اللي رحت خبرت الشرطة عن مرتك ولا لسه؟ آيلة افتحي الباب ورح احكي لك كل شي. لا معلش ما بدي تحكي لي شي بنو، أصلاً أنا مو فاضية هلأ سليمان. آيلة مشكلة منتواجه. يلي سمعته صحيح؟ يعني سليمان بيك القوي المشهور والمغرور تقلع من هون؟ اي نعم. لك يا ويلي أنا شو رح شوف لسه بها الحياة؟ نحن انفصلنا. شو؟ فصلنا. عن جد عم تحكي؟ عمران عند آيلة؟ اجا من شوي سليمان بيك. لما يطلع من عندها بتعطيني خبر فورا فهمت؟ امرك يا بيك. صفوت جاي بالباص رح روح لاقيه عند الموقف. صار لازم امشي. عايدة شوفي ولا شي. بكفي بكي لكان كله مرق والحمد لله ريان منيح وربنا استجاب لدعواتك. اشكري ربك، اشكري ربنا اللي استجاب لدعواتك وحقق لك كل شي طلبتي منه. نسيتي هداك اليوم وقت رحنا أنا وياكي؟ كنتي أخدي البكالوريا جديد وقتها ودعيتي لربنا وقلتي له بترجاك يا رب خلي عرفان يحبني، وبعد ركعتي جنبي ودعيتي لربنا يفتح نصيبك كمان. وطلبت من ربي إنه نتزوج ويكون عنا ولد ونكون عيلة حلوة ومبسوطين بحياتنا، والحمد لله كلهم اتحققوا. لا بقى تبكي عايدة حاجتك. في حجز مسبق؟ لا أنا جاي أشوف زينال بيك. طيب تفضل معي. استنى شوي. أهلا وسهلا. شو جاي تشوف البيك؟ إذا حابب تعرف فيك تسأل.
قل له بعتني سليمان بيك. وأنا شايفك مع أنه ما سبق وتعرفنا. صاحب شركة بابل للمناجم عرفان سايغون. أهلا وسهلا. أهلين فيك زيدون. زبطونا شي طاولة ظريفة لقدري بيك. بدي مشاوي على كيفك. الشيف وصل من أضنى اليوم. يلا خليه يتوصى فيه. ما في لزوم، رح استناك لتخلص. ماشي تفضل عود. خبروني انه سليمان بيك بعتك. اي نعم، قال حابب تستثمر بمشروعنا. جهزت لحضرتك عرض حلو كتير، اذا بتحب فيني اشرح لك اياه بسرعه. ما في داعي للعروض. كيف سليمان بيك؟ منيح كتير منيح. حملني السلام لحضرتك، وكمان قال لي خبره لزينال بيك رح يجي بيوم العرس. اه ايه، هذا هو الحكي. ألف الحمد لله. لما بعت خبر فكرت إنه ما رح يجي. بتعرف نحن رفقة وصداقة قديمة، بس طالما بده يجي ليش ما خبرني؟ نحن عزمنا ناس تانين على العرس، رح ننحرج منهم هلأ. أنا ما قال سليمان بيك غير هالكلمتين. طيب إذا حضرتك ما بدك تشوف العرض، خليني أحكي لك باختصار عن شركتنا، عن التمويل ونسب الربح، شو رأيك؟ لا أجل هلأ، تعال خليني أعرفك على بقية أصدقائي. أنت جيت على المكان المناسب. شرف. اشتغل حظي يا جماعة، ديروا بالكم. بيرول، بعرفكم على الأخ عرفان. عرفان سايبر. مساء الخير. إمري، فرقان، يحيى. فرصة سعيدة. ليش واقفين؟ عود شاركنا، من زمان ما لعبت. لا شكرا، أنا تبت خلص، عقبال عندكم. زينال بيك قل لي، الإخوة هون بتعجبهم ريحة المصاري؟ عم يحكي عني بعرف، لأنه الليلة فضيت جيوب الشباب كلها. تفضل عون. هات لنا كرسي. أخي عرفان، شرح للشباب عن عرضك وأنا برجع بشوفك. اتفقنا. موفقين. اسمحوا لي إني إلكم بالبداية شو النتيجة بدون مقدمات. نحن باختصار عنا جاجة عم تبيض ذهب. أنا ما عم بحكي مجازاً أو تشبيه، قصدي ذهب حقيقي. وعم أدعيكم مشان تكونوا شركائنا بمنجم الذهب اللي موجود حالياً بفنزويلا. أيوة. إيه؟ لا تواخذنا أخي، خليتك تنطر كل هالفترة، بس سليمان بآخر لحظة غير رأيه وبدنا نكفي شغلنا معه، لأنه من الأول هيك اتفقنا. إيه بس هالشغل مو لعب أولاد يا زينال. طالما سليمان كان متفق معك من الأول، معناته ما كان لازم يتأخر عليك، وما كان لازم تتفق معنا. مزبوط، وإن شاء الله منعوض لكم إياها، بس هالمرة سامحونا، وأكيد في شغل لقدام. هاد هو زلمة سليمان؟ We'll be right back.
ما طلع معنا شي بخصوص زينال، الزلمة شغله نظيف، بس يعني مشان ما تقول نهال عم تضيعوا تعبنا على الفاضي. تحرينا من جديد وما لقينا شي، وسلالته لسابع جد ما علي شي، ابن اخون مسك عم يهرب مازوت، وفي عنده مطعم او بار يمكن يعجبك، شي مرة بروح انا وياكم نتأكد من وضعه. تمام. ها؟ هلا كنا بسيرتك من شوي. لك انت شو عم تعملي هون؟ شو حماتك المستقبلية ما تحملتك؟ كله بفضلك طبعا. خبريني وين كنتي بليلة التفجير نعمة خانم؟ يا رجل هذا كل اللي طلع معك هيك بدك تلهيهم عني؟ ما في خمس دقايق وكان راكان وراي وعلى شوي كان رح يلقطني على فكرة. وما لقطك مش الحال؟ ايه لأنه أمه راسه صار يوجع وأنا اعتذرت منه. ايه منيح. والله هي نعمات مو سهلة أبدا وما فيك تتعاطى معها عن قريب. تعرفي إبر التخدير؟ هدول اللي بيقوصوهم على أسود من بعيد. هي بدها هيك إبرة من بعيد قبل التحقيق. لو كنت محلي كان طاق مخك أنت. الله يوفقك بعدني عنها. على فكرة نحن عم نستخف بالكلام اللي قالته آيلة. يعني أنت شفت نعمت. برأيي مو صعب تكون صاحبة الفكرة. ليك هالوقحة ليك؟ هالحية شو طالع منها؟ بكل وقاحة وجرأة عم بتخبر الشرطة. مستقوي بأبوك يعني؟ واضح إنه لسانه مانو قصير ومانا خايفة من بابا بنوب. زوجك عطاها وش كتير. أمي شو عم تساوي عندك؟ طوشتينا، تعي لهون خلينا نحكي بقى. أنا هي طريقتي لفرغ التوتر، أنت ما دخلك. كل واحد عنده طريقة خاصة، تركني بحالي. ليك هي المخلوقة كل همها المصاري، المصاري وبس. هي ما بتشبع مصاري بنوب وعم تعرف كيف تتحكم فيه. لكان بس أبوك الفاشل ما بفكر غير بسمعته، لهيك ما رح يسمح لها تقول شي ولا تفضح له عيلته. حتى وهو عم يفكر بالطلاق؟ ممكن يستخدم قصة التفجير ليضغط عليك. لكن اللي بيطلع بإيده يطلع برجله. والله إذا بفكر يحرق قلبي مرة أنا بحرق قلبه 10 مرات مقابيلة. ليك بكرة أنت رح تقله للمحامي تبعنا خليه يجي ونفهم منه. أبوه كان من المافيا، أخوه قوص أخته وبعدها فات على السجن، وبالسجن أكل ضربة سكين ومات. يعني بالمختصر المفيد المخلوقة تربت ووعيت بهذا الجو. لا تستخفوا فيها وتفكروها ست كل همها تطبخ. على عيني، بس الموضوع مخطط له. يعني شغلة إنه القصة تسريب غاز هي مو سهلة أبدا، في شيء أكبر. تمام، راكان في يعملها؟ برأيك هو ذكي لهالدرجة؟ وممكن هو المخطط كمان؟ ما بظن. هو وأمه نفس الطبخة، ما فينا نحطهم بحساباتنا. أنت شو لقيتي؟ قليلي شو صار معك؟ والله لقيت فواتير وسندات وشغلات كتير، أدلة ما بتنعد. إذا كلهم 5 دقايق شو بدي لاقي؟ أصلاً ما عرفنا شي ونحن عم نراقبه. هاي الخزنة موجودة بمكتبه وبطاقة دعوة، وهدول الفواتير اللي شفناهم من قبل، وهي لوحة فنية بمكتبه مخبي وراها الخزنة تبعه. سيدي أنا هاد اللي عم أحكي لك عنه. ابن أخوه لزينال في عنده بار كتير مشهور، وزينال عطول بيقعد هني وفي شلة تلعب قمار. شو؟ بعد زينال لسليمان؟ ما بعرف إذا دعوة عرسه أو حدا من ولاده، ما فهمت. بس هو ما عنده ولاد، متزوج 3 وعنده 8 بنات. ما شاء الله. معناها الدعوة موعد وفيها بيستلموا البضاعة. كيف هيك؟ معناها قصدك إذا بستثمر هدول مثلاً بالمنجم تبعك باخد عليهم 10% كل شهر مربح؟ طبعاً هيك بالضبط، وكل ما زاد المبلغ زادوا مرابحك الشهرية ورأس مالك بيضل ثابت أكيد. أيوة، يعني قديش بيطلعوا؟ لك شي 40,000؟ هون قديش المبلغ؟ شي 500,000. تمام، معناته بيربحوا 50,000 كل شهر. هذا الشغل هو أفضل استثمار ممكن تعمله. تعرفوني أنا ما بحب ضيع وقتي، حتى المصاري هدول رح تجيب لي مرابح. إيه طبعاً لكان حظه حلو. لا هيك قصة مانا شغلة حظ، هنن قوانين 2 للأغنياء بيلتزموا فيهم. أولاً ما بصير تخسر مصاري أبداً، ثانياً ما تنسى القانون الأول أبداً. هذا الكلام المضبوط. أنا عندي فكرة عن نمط شغلكم. والله جد؟ في شركات برا بيشتغلوا بنفس الطريقة بفنزويلا والأرجنتين، كيف دخلت على هالشغل؟ فعلاً في كم شركة اشتغلوا بنفس المجال، مزبوط، وأنا بمنهاتن كنت بوحدي منه،
ولما شفت أصحابها قدامي عم يلعبوا بالملايين تركتهم ورجعت على بلدي وأسست شركتي هون. طبعا مشان تلعب بالملايين لوحدك على الشاطئ. طبعا. وأنا حابب استثمر معكم يا عرفان، اتصل فيني وخلينا نلتقي. طبعا اتفقنا. ونحن في عنا اجتماع بمنطقة سبانجا الأسبوع الجاي، إذا بدك تعال راح أعرفك على بعض الأصدقاء هنا. تمام. أنا بعتذر مدام ناطر. اوعى تتأخر وتنام على الصيفة. لوين؟ يلا حرك حالك. ماشي. تصبر عندك كل مرة بتسوي فيه هيك. ليك يا زينة، منقول كلمتنا مرة واحدة، وهذا سليمان مو على كيفه رح يلعب فينا. ليش ما قلك أوكي من الأول؟ ناديتني وجهزت كل شيء قبل ما أجيك، ولما كنا رح نتصافح إجا زلمته لعندك. هلأ جاي تقلي بطلت؟ يلا خلينا نتصافح وبعت له خبر لسليمان قلو العرس التغى. مستحيل، ولا تخلي هالموضوع يعمل بيننا مشاكل. قلت لك أنا وسليمان من الأول متفقين. يعني عم ترفض تحط إيدك بإيدي؟ لكن اتأكد إنك رح تتحمل مسؤولية هالشي. هالقصة ما بتخلص هون يا زينال، ما رح تخلص. هلأ صار عنا طرف خيط، يلا. سليمان هلكتنا، شو رح تعمل بكورتلوش؟ سيدي هذا رايح على كورتلوش، روح راقبه. اتركولي يا، إذا شافك هلأ بتصير مشكلة. لحقي زينال. جانار خليك مع نهال، يلا وأنا بشوف سليمان. Derdim çoktur hangisine yanayım? Derdim çoktur hangisine yanayım? Yine tazelendi yürek yarası. Ben bu derde nereden derman bulayım? Meğer dost elinden ola çaresi. صحة وعافية. لا شكرا. قصة عرفان مو كتير مطمنتني، خايف نكون تسرعنا لما بعدنا. شفت بالي مشغول بين مرتي وحبيبتي فقلت لحالها يا خوف يكون عقله لهالزلمة موقف وما عم يشتغل. صاير عم تشك بتفكيري يا سيدي. استغفر الله يا سليمان بيك، ما هيك. أنا بس مو مطمن لعرفان. أنا أصلاً بعت البروفيسور لعنده، لأنه في حال انفضت قصة المستودع والشرطة حققت مع زينال، وقتها من لبسه للبروفيسور القصة كلها ومنطلع منا على السكت. ممتاز. دردم چوك دور هنگسين يمايم يني تازلندي يورك يراسي. بن بو درد efendim efendim benim efendi. وهي مصاريك اجتك. لكان ألف مبروك. حلو حلو حلو، شايف وجوهكم عم تضحك، والأخ عرفان مبسوط كمان ومفعوله سريع كتير. ممتاز. معناته بتسمحوا لي أنا يا جماعة، بكل الأحوال رح نصير نلتقي كتير. عرفان لك أنت معلم، خليك لنضيفك شي طيب. ها بيرول، خليه يضل ربحان بلا ما يرجع يحط اللي أخدهن. يلا الأيام جاية ورح تشوفوا بعض كتير. ماشي، فرصة سعيدة. وصل سلام لسليمان بيك وقول له نحن على الموعد وناطرين يوم العرس على أحر من الجمر وعلى اتفاقنا. تكرم زينال بيك. زينال شو كل هالقواص؟ Let's go!
نيجي نتسلى بس مو من اول اكشن. الو انا جنار، في اطلاق نار، ابعثوا لنا المؤازره بسرعه. خلص راحوا، لا حدا يرتعد، ما في شيء، قوموا يلا اطلعوا بسرعه، الكل يطلع، يلا انت اطلعوا من الباب الوراني بسرعه، يلا. انت منيح؟ يلا اطلعوا، عرفان اطلع من هون، يلا اختفي بسرعه. زينال بيك اجت الشرطه. لك العمها بقلبهم. زيدون خود هاي معك واختفي. ماشي بسرعه. انت منيح؟ منيح. اجيت اجيت لحظة. قول لسليمان انه الامن مستتر. امرك. وانسى كل اللي صار وكل شيء شفته اليوم. ماشي. طيب امرك. يلا ركوز. يلا. شرطة لا حدا يتحرك. كل ثابت محله. لا حدا يتحرك. لا تحرك. من هون من هون. بعت الفيديو للمراجعة. ايه بعرف، وبعد دقيقتين اتصلوا فيني من المركز. حذري مين طالع فيه. قدري جيزجي. اوه خلص، معناتها القصة صارت واضحة. زينال وسيط، والعرس مثل ما قلت انت هو الموعد تبعه. اكيد هيك اكيد، ومسكنا راس الخيط. لك يا عيني عليكي، يلا برجع بشوفك. لحظة، انا لقيت شي هون. بابل للمنهجم العقد الرئيسي. وين هي رفيتك لهلا؟ هلا بعثت لي رسالة، قال على الطريق والملفات معه. أوف. ها ليكا اجت. كيفكم؟ تأخرتي. آسفة. طلعي يلا يلا. مرحبا. أهلين. هلا هي هي البنت اللي فيها تنكش وتعرف أصله وفصله؟ إيه. الظاهر نحن مو معبيين عينه لصاحبك مازن، بس الحجر اللي ما بيعجبك بفجك. لا طولي بالك، الأستاذ ما قصده شي. اللي لي شو صار معي؟ صار كتير، افتح لحول لك ياهن. يلا.
طيب حكيتوا شي بموضوع المصاري؟ تقريبا قديش مطلوب؟ اي مصاري هي؟ هي مساعده للاستاذ عرفان. انت بتعرفي للبروفيسور؟ طبعا، لولا الاستاذ عرفان ليش لحتى هكر حساب الوسخ اللي اسمه براق برايك؟ ما بدي مصاري ابدا. بعدين الاستاذ عامل معروف كبير معي وانا حابه رده. شت. انا حبيتك. هذا اللي كان ناقصني. تحدى المزاجي عن جد. سليمان؟ آيلة خانم، أنا إجيت بس لضب غراضي وأعطيكي مفتاح البيت ولأرجع أتشكرك من جديد لأنه ما بلغتي الشرطة. أنا عن جد بشكرك من قلبي، ولو إنه ما لي عين أتطلع فيكي وخجلانة منك. شكراً. بتعرفي إنه الشيء اللي عملتيه ما حدا ممكن يقبله، ما هيك؟ بس كل إنسان ممكن يغلط، بسيطة. بس هاد مو معناته إنك حدا مو منيح. مرات منطوع الشيطان اللي جواتنا وبيصير صوت ضميرنا خفيف وما منسمعه أبداً. ديما، أنا ما بدي إياكي تروحي، بس بدي يكون متأكدة إنك صادقة معي عطول. عم تفهميني؟ أنا مو عرفانة شو قلك. الله يعطيك على قد نيتك وتلاقي حدا يفرح لك قلبك مثل ما فرحتيني. خلص لا تبكي. شكراً كتير. ماشي يا براق بيك، عم يشتغل بجامعة حكومية من جهة وماسك شغل خاص بالسر من جهة تانية ومتهرب من الضريبة. خلينا نشوف حساباته على السوشيال ميديا كمان. ها شرف، حسابه مستعار. مانك قليل دكتور براق، مفكر ما حدا في يلطك يا زير النسوان الفاشل؟ الزلمة سائط بامتياز، يعني علاقات سرية وتحرش ولعيب قمار على كيفك ومواقع خاصة، ونقطة ضعفه الكبير النسوان، بيدفعلن منيح. ومفكر لي حاله زير، حتى في له صور وفيديوهات بس ما بيطلع فيها وشه بشكل واضح. شوف هالشوفة. اي مو من خلقتي بشرفك. اكيد، تخيل ضل عم اطلع، بس هاي ضرورات لكشف العدو يعني. من وين نكشتهم؟ انت هكرت حسابه للزلمه؟ لا بس دورت شوي صغيرة على الانترنت، وفي عنده ايميلات غريبة عجيبة وحسابات سخيفة وبلا طعمة على الاخر. لا عمران، هذا مو اسلوبي، هذا اسلوبه له، انا ما بقدر اصير مثله. بدي اشتغل بالطرق اللي انا بشرفك بعرفها. طرق شو؟ اوف، شو مفكروا لهالوسخة؟ حدا بيفهم بالكلام يعني؟ شو بدي أعمل يعني؟ هددوا بهدول مثلا؟ صباح الخير، يعطيك العافية. صباح الخير أنسي عائشة. شو عمران بيك إجا على المكتب؟ سيارته برا. إيه فوق مع عرفان بيك. ماشي طالع شوفه. صباح الخير. صباح الخير. قلت بما انكم جايين بكير خليني اوصلكم على قهوة. اها، اي مو غلط، انا بشرب قهوة. انا شربت، شكرا. تفضل. عمران، هالموضوع ما بينحل هيك. عائشة صباح الخير. اهلين، صباح الخير. شو هالنشاط؟ ايلا خانو، ممكن اطلب طلب منك؟ معلش تبعتي لي قائمة بأسماء المستثمرين. شو بدك فيها؟ عم قول خلينا نبعت لهم إيميلات حلوة بالمناسبات الخاصة، بعيد ميلادهم أو برأس السنة، هيك ممكن يحسوا بالاهتمام وبتكون لفتة منيحة. حلوة هالفكرة وكان لازم نعملها من زمان. طيب أنا هلأ ببعت لك إياها. أنا رح حاول أحكي مع الزلمة. يا زلمة لساتك لهلأ متمسك لي بالطرق الحضارية والرواق، لك هذا الكائن مانو بني آدم أساساً. واو، هاي هي الحركات يلي بحب شوفها على طول. بابل عم تغلي غلي بالنشاط والحيوية. صباح الخير. صباحك. المصاري طاروا، بدنا حل فوري. كنا عم نحكي شلون بدنا نوصل لمستثمرين جدد. طالما ريان تعافى هلأ الحمد لله صرنا منقدر نشتغل.
شو مرتبين وبشو عم تفكروا؟ في عنا شي خطط اضافيه؟ والله يا ايلا خانم كنا عم نتشاور بس لسه ما طلع معنا لا خطط ولا افكار جديده. هلا موضوع الحفلات والعروض صار مستهلك واذا عملناه من جديد ما بصرني يجيب نتيجه. لا مو هاد، شوف لي هذا الزلمه امرا جوندوز، الجمعية اللي بيشتغل مع هذا الزلمة عنده بآخر الأسبوع اجتماع وعزمني عليه، بس أنا ما كتير واثق فيه بصراحة. يعني أنت من وين بتعرفه؟ بيكون صديق صديقه لصديقك. أي صديق؟ صاحبك سليمان عم يبعث لنا مستثمرين جدد مشان نسدد الدين بسرعة. ماشي، بس هلأ ما عاد صاحبي، نحن انفصلنا. ماشي، ايه شو رأيكم باجتماع آخر الأسبوع؟ صار لازم أمشي. لوين رايح؟ أقعد لحتى نتفق. عندي موعد مع أختي، رح شوفها على السريع وبعدين بدي دور على مستثمر. يلا بخاطركم. الله معك. ليش مستعجل؟ خلينا ناخد قرار هون بالأول. من جهتي موافق على اللي بتقوله. باي باي عرفان. هدول اللي عند آيلة خانم. مازن؟ آيلة خانم. مازن مكتبه فوق. خلص عقد سيارة الشركة. شوف لنا شو في عروض أسعار بسرعة. بالطابق الثاني آخر. طيب الممر على اليمين دغري. لك شو هاد؟ لمين كل هالورد؟ هدول لآيلة خانم. آخر الممر على اليمين. مبين من كمية الورد إنه مبعوتين بشاحنة على الأغلب. شكلها بدها تفتح محل ورد. شي اللي قالته عايدة مزبوط عرفان؟ بدكم تطلقوا عن جد؟ ايه كلامها مزبوط وما في لزوم نكبر الموضوع. في 40% من حالات الزواج عم تنتهي بالطلاق. بس عايدة مو هيك بتحسبها ومصممة تضل ضمن 60%. وشكله زواجكم ما قادر يقتل العشق يلي موجود بقلبه. مو بس الزواج اللي بيقتل العشق. مزبوط، وفي بعض حالات بتحس فيها العشق مثل الزومبي، كل ما تقتله بيرجع يعيش، لهيك تعراسه بيكون أحسن، هيك أفضل مشان ما يحسبوا على حالات الزواج السعيدة. أنت أكيد ما دخلك بطلاقنا ولا تفكري أنه أنت السبب. أنا هذا القرار أخذته من زمان ولما مرض ريان أجلته بطبيعة الحال، فالطلاق اختياري القديم. اختيارك أنت ما هيك؟ عرفان دقيقة دقيقة لو سمحت، ممكن تسمعني شوي؟ أنت شو اللي عن جد اخترته بكل حياتك؟ قدرت يكون عندك طفل بدون ما تعشق؟ أو تجي تشتغل هون لحتى تطالع مصاري؟ أنت شو اخترت لحد هلا؟ الشي اللي اخترته وهربت منه هو عشقك. أنت شو عم تحكي هلا؟ ساوي اللي شاطر فيه وهروب هالمرة بالطلاق. برافو عليك. أنت شو عم تحكي؟ سمعتني شو قلت عرفان. وأنت شو الخيار اللي أخدتيه؟ شو اللي اخترتيه بحياتك؟ بدل ما بدل ما تنظري علي أي تطلعي على المنظر، هذا هو اختيارك. من شو بيشكي هالمنظر؟ أنا شايفة بهالمنظر هاد جهود زلمة عم يحاول بطريقة لطيفة وحلوة إنه يحسس المرأة اللي بيحبها بقيمتها وعم يجرب يعبر لها عن عشقه. شو مشكلتك مع هالمنظر؟ شو هالتعبير؟ هيك الواحد بيعبر عن العشق؟ بصرف المصاري؟ شو هالمسخرة؟ وشو في بعدين؟ مجوهرات؟ سيارة؟ بيت؟ وبعدين شوفي بده يشتري لك طيارة؟ شان الله لا بقى تلعب على الكلام وتسترسل وتبالغ. ماشي؟ هالحكي ما بينفع معي. بالآخر هو عم يقدم كل شي بيقدر عليه، عم تفهمني؟ شي طبيعي اللي عشقان حدا وبده يحسسه بالعشق يقدم له كل شي بيملكه بلحظة. هلأ انت شو عم تحاول تقلي؟ بتقصد انه كل مرة بحاول انفصل عن سليمان لأخذ منه هدايا أكتر ولا شو مثلا؟ شو بيعرفني انت الخبيرة بهالقصص؟ بس الأكيد إنه بكل مرة بتحكي فيها عن الانفصال شايف أملاكك عم بتزيد. هاي لفوق ما هيك؟ رح خبرها سليمان بيك. أنت شي مرة واحدة بحياتك خليك صادق مع حالك مثلي وما بدي منك شي غيره عرفان، عم تفهم؟ لأنه أنا وبكل حياتي ما كذبت على حالي ولا على غيري أبدا. شو يا؟ كنا عم نتناقش أنا وعرفان بيك سليمان بموضوع. ليش أنت وياه؟ شو في بيناتكم لا تتناقشوا أصلاً؟ شو كان اسمه هذا صديقه لصديقك؟
ذكرني إمرا بيك عزمنا على اجتماع لجمعيته وعرفان بيك ما بده يروح. هاي المشكلة. ما في داعي تعمل عليهم مدير بمصرياتي. انت دور على المستثمر ومين ما بيكون مالك علاقة. عفوا منك بس ما بقدر لانه كنت رح موت امبارح بالليل. رحت لعند زلمتك ونزل زخ رصاص فوق راسي وبتقلي مستثمرين، هذا وكر للمافيا. انت لوين بعته للزلمة امبارح بالليل؟ بيضل عم يبالغ اذا فتشة بتفقع جنبه بفكرها قنبلة. كلهم كم رصاصة مو محرزين. هو خويف. وإذا بتنفجر قنبلة مفكرني رح تفاجأ؟ كل هالأمور طبيعية بالنسبة إلك سليمان، طبيعية وعادية. حبيبتي سلطانتي مو مستاهلة تعصبي من شان واحد حقه فرنجين. لا يا سليمان، الله يخليك لهون وبكفي حاجتك. هلا أنا شو عملت لك؟ من ساعة وأنا عم دور لك على أحلى قطعة زمرد. معقولة ما فيني اشتري شي حلو للمرأة يلي بحبها؟ زمرد شو هاد؟ انت ليش ما عم تفهمني؟ انا ما بدي اي شيء. رح اطلع من بيتك كمان باقرب فرصة يا سليمان. هاد جوابك للي عم يحاول يصلح الامور؟ معقول بعد كل اللي عشناه مع بعض يكون هذا المقابل منك؟ هذا المقابل ايه؟ هيك موضوع ما بنحكى فيه وما بنحسب بالمكاتب. ما عم تستوعب؟ ماشي، أنا ما بقى بدي. اسمعني، أنا ما عاد بدي يكون عشيقتك بقى. تاني بتجرأ وبتطول لسانك علي قدام أيلة قسما بالله لا أطالك يا عم، تفهم علي؟ سجلت ملاحظات بكل شيء قلت لك عليه لأنه ما بدي ننسى شيء بعدين. كله مسجل يا خانة. أهلا وسهلا مدير. تفضل نعمة خانو. لا أنت اقعد هون. معناتها رجعت الشركة لصاحبها الحقيقي؟ صراحة لا بق لك كتير. هاد كله مو بعيني وآخر همي. لا تنسى أنه صار شوية مشاكل بالسجل العقاري وقت سليمان بيك وصل لهون. خليهن ببالك بلكي بيفيدونا بشي. ماشي يا خانم أمرك. شو هاللمة الحلوة هاي؟ نعمة استولت على الكرسي تبعي؟ لا لا لا، هاي الكرسي ما بتكفيكي، انت لازم يطلعوكي على عرش السلطنة. وجايبين المحامي تبعكم، بعتي لي المحامي بسرعة. كل واحد بياكل اللي بيزرعه يا سليمان. يعني انت يلي رح ترفعي دعوة الطلاق علي هلأ؟ ألف الحمد لله، معناها ربنا استجاب لدعواتي. بابا القصة مو هيك. انت اسكت. ما حيكون في طلاق ولا شي يا سليمان. أنا أجيت بس لقلك إنه ما تتحمس على الفاضي. بكرة بتتأكدي لما تيجي الورقة لعندك. خير؟ وهذا المحامي اسأله وهو رح يخبرك بالتفصيل ليش هذا الطلاق ما رح يصير. نعمات تعالي لهون. شي حلو. اسمع لقلك، جهز لي دعوة الطلاق فورا وليكو محامي نعمت هون، تفاهموا وحلوا لي الموضوع دغري. بس يا بيك بصراحة مو نصيحة تعمل هالشي، بيكون أفضل. كيف أفضل؟ يعني أنت بدك تقرر عني؟
استغفر الله، بقصد طلاقك من الخانم ما حيكون منيح عليك من الناحية المادية، لهيك قلت لحضرتك مو نصيحة، بس طبعا بالنهاية القرار إلك. عائشة لوين راح عرفان؟ ما بعرف، أنا ما شفته قايلة خانم. ماشي لحظة لو سمحت. خير؟ شو مشان الأسماء؟ عن جد نسيت الموضوع. بتلاقي قائمة الأسماء على طاولة عرفان وشوفي لي بطريقة كرت لحدا اسمه أمرا. طبعا إذا ما رمى عرفان موجود عليه رقم تليفون لجمعية، دقي لهم وشوفي بأي فندق رح يعملوا اجتماعنا وعملي لنا حجز فيه. تكرمي. ولدي الغالي، حين حملتك عند ولادتك لم أشعر بشيء كبير، كنت صغيرا جدا، كانت مفاجأة جميلة. بعد ذلك لم أقترب منك لشهرين. عائشة تعي شوفي لي الطبق. شو عم تسوي هون؟ عم جيب قائمة المستثمرين، آيلة خانم هي قالت لي. خير؟ الطبعة خربت فجأة، فيك تشوفيها؟ طيب هلأ بشوفها، وين المشكلة؟ خالو ليك كل المدارس شغلة فاضية، فياريت لو تدبر له شي شغلة ظريفة لابن أختك. أهلي قطعوا عني المصروف وما عم أطلع برات البيت. أبوك لقالك شغل وما اشتغلت، كتر الدلال هيك بيساوي. عمران لو سمحت لا تعطي وش. لا أنا ما عندي غير ابن أخت واحد وشاب مثل الوردة. سيك حبيبي خلي هدول معك وتبازق فيهم على كيفك، وموضوع الشغل منحله بعدين. تسلم لي يا خال. اسمع عمران، أنا بعرف عوايدك، شوي بتزبط أمورك وبعدين بترجع بتأفلس. أخي الله يخليك، مسك إيدك شوي وحاجتك بعزقة، بابا بيضل مزعوج على وضعك. أنا إذا بقول له معه أو ما معه بيضل مشغول باله عليك. المهم لا تورط حالك بشي مصيبة. شبنا أختي صدقيني شي مرة، كل أموري منيحة وشغلي ممتاز. ليك عمران، يعني أنا إمتى رح شوفك ماسك شغل منيح وعم تأسس بيت وعيلة؟ ما بقى من العمر أكتر من اللي ضاع. أختي حبيبتي هي قسمتي بالحياة، مرات قد ما حاولتي ما بتزبط ومرات بتزبط لوحدها. ما تشغلي بالي، هالمرة عم اشتغل شغل نظيف وحاسب كل أموري مزبوط. ماشي؟ إن شاء الله. خلونا نتهنى بلقمتنا يا جماعة. ماشي صحة. وهنا منيح. جبت هدول لليان وجبت لك ورد، بس ما خلوني فوتهم معي، استلميهم من تحت. وليش معذب حالك؟ انت من امتى بتكرهيني لهي الدرجة يعني؟ نحن كبرنا بنفس الحارة عايدة وكنا أصدقاء طفولة. كنا أصدقاء وهالشي انتهى. كيف هالشي انتهى؟ الأصدقاء بيصيروا أعداء برأيك؟ بعرف مرينا بمواقف بشعة، بس مرق علينا سنين طويلة ونحن ختيرنا عايدة. أنت ما تغيرتي، بس أنا وعرفان ختيرنا، حتى عرفان ختير أكتر مني. عايدة أنا حابب كون جنب ريان هو عم يكبر. أنا كتير حابب كون عمه، إذا طبعا سمحتي لي. أهلين أختي. أهلين صاري. أهلين فيكي. مرحبا، ما تأخذوني ما قلت لكم الحمد لله على السلامة، كيفكن؟ مشكور يا عمران.
صفوات، أنا مشتاقة لريان، خلينا نفوت لعنده. طيب ماشي. صفوت، أنت كأنك مانك متذكرني، كأنك ما بتعرفني، كل ما بتشوفني بتضلك هيك تصفو. لا متذكرك. معقول انساك؟ أنا متذكرك منيح، خصوصي وقت اختفيت فجأة وأهلك زعلوا عليك كتير. هالموقف ما بنساه بعمري. صفوات يلا بالإذن منكم. ما تتضايق صاري هيك طبعه ما كتير بيجان، بس على فكرة معه حق. يعني بفهم انك معصبة مني وبتكرهيني لاني رحت بوقتها؟ مر وقت طويل ما عاد في اهمية لهالحكي. كيف ما له اهمية؟ إلهم بلا. لو ما كنت مجبور ما رحت. اكيد. الانسان وقت بيكون مجبور ما بيقدر يفكر ابنه. صار لازم أمشي. معك حق، براق ما بيجي غير بطريقتك، الكرة بملعبك. أنا بعتذر لأنه صار عندي شغل ضروري. قديش بدنا وقتنا؟ 10 دقائق. طيب ماشي. بسرعة اسمعي، القريب صورنا سيلفي. لك تحاك تحاك. والله تغير شكلي يا زلمة، شوف قديش طالع جنتلمان. هاد بسموه تجميل طبيعي للرجال. إذا بنزل بجورة وأنا راكبها والله لا أعتذر منها. بشرفي. اعتمدنا شي أستاذ؟ يعني إذا بدك الصراحة أنا متمني أشريك لها المعرض. لا ما اعتمدنا، بدنا نكمل جولتنا. أهلا وسهلا، خذ راحتك. يعطيكم العافية. الله يعافيك عمران بيك، ممنونة. ها جيت مازن؟ إيه معلم. في شي؟ في عنا شغل جديد. شو الشغل؟ شغل مع أستاذكم يلي بالجامعة براق. ايه شبه؟ حنصفي حسابنا مع هالحقير. وهو المطلوب. هي المرة ما بدها رحمة، احرقه دغري. بس اللي شو ناوي تعمل؟ نقطة ضعفه مبينة، مصاري ونسوان. الو. مرحبا، حضرتك السيد براق؟ ايه نعم. كيفك؟ معك عمران كيفلجين. آسف وقتي ضيق شوي لهيك رح فوت بالموضوع مباشرة. قالوا لي إنك بتشتغل بالاستشارات. إيه مزبوط، بس بالأول بدنا نتفق على الشروط وما في مشكلة. بالنسبة للشروط ما رح تكون غير مبسوط، حط المبلغ يلي بدك إياه، هذا الموضوع ما له مشكلة أبداً. إذا فاضي اليوم المساء خلي المساعدة تبعي تحكي معك وتحدد الزمان والمكان يلي بيناسبك، نتعشى سوا ونحكي بالتفاصيل. طيب عمران بيك، وأنا ناطر تليفونك. شكراً لك، بنشوفك المساء براقبك. ماشي. الزلمة وقع من أول تليفون بين إيديك. والله انك معلم. اهلا وسهلا فيك بجامعه عمران كيفلجيم الخاصه. انا رح اعلمك كل شيء. اول شيء الفخ كيف بتنصبه، لمين بتنصبه، وليش بتنصبه، وبعطي شهادات ماجستير. يلا روح. الباب مفتوح. اهلين عرفان بيك. الكل طلعوا من المكتب. عمران بيك وآيلة خانم طلعوا، ومازن راح يجيب عروض أسعار طلبهن عمران بيك مشان سيارة يمكن. كأنك جوعان؟ ما بعرف. إذا بتحب بطلب لك شي من برا، في كتير مطاعم قريبة علينا.
أو بعمل لك معي سندويشة صغيرة على الماشي. لا ترميهم معلش، أنا بطعميهم للحمامات. بالمناسبة آيلة خانم بعتت لي قائمة بالمستثمرين، رح أبعت لهم إيميلات بالمناسبات الخاصة كنوع من التشجيع. دائما الزمن كفيل بهذا الوجع، فلا معنى من أن تفقد نفسك داخل كارثة وإن كبرت، عليك أن تكون صابرا وزاهدا. كيوجاكي ليوسف، بس في شغلات الزمن ما بينسينا إياها بكل أسف، حتى في أمور ما بيقدر الإنسان يخلص منها إلا إذا مات. أي مزبوط، ولهيك ما لازم يضل حامل همه فوق ظهره، لازم يخبيها بقلبه. قلب الإنسان قادر يتحمل الوجع ويصبر. ظريف يا البندورة. في فلفلة كمان غنية بالحكمة. فلفلة مثقفة. أهلين عمران بيك. أهلا وسهلا فيك، كيفك؟ الحمد لله بحضرتك. منيح، شرفوا. براق بيك، آسف تأخرت عليك. لا ولا يهمك، بسيط. تفضل. يعطيك العافية. تفضل. مساء الخير. مساء الخير. مرحبا. أهلا وسهلا، شرفتونا. يسعد مساكم، صحة وعافية يا جماعة. شرف يا بيك. مساء الخير، صحة وهنا، كيف حالك؟ شكرا، تفضل براق بيك. شكرا. كيفك؟ منيح الحمد لله بخير. شكرا. جبنا مثل عادة. تكرم. المساعدة تبع بالبيت، والخانم من ساعة بالضبط وصلت، بس من نص ساعة اجى رجال لعندها. فات على البيت؟ مين؟ عامل توصيل طلبات من شركة تسوق على النت، ما في شي غيره. يكون بعلمك إذا بيجي لهون أي زلمة على هالبيت بما فيهن عمران، ما بدي أقله لياسين فوراً، بدي على تليفوني. تأمر يا بيك. عمران بيك، أنا عملت استشارات لشركات كبيرة، وبعد ما صرت عميد للكلية صارت علاقاتي مع الشركات المهمة، ومع أني مشغول كتير بهالفترة، بس رح خصص وقت أكيد من شانك. سكبلو. شكراً، ما بشرب. لا لا دكتور، الجو هون مريح، نحن لحالنا وما في حدا بيعرفك، فيك تاخد كاس. ما بدي أحرجك، صرف براحتك. طالما القصة هيك معناها ماشي بشرب. يسلموا إيديك. شكرا. معناتها بصحتك دكتور. بصحتك. ليك براق بيك، مجلس الإدارة عنا بيتقلنا، بس أنا مو من أنصار التأجيل، فإذا بتقلي أوكي فالأمر منتهي من عندي مباشرة. عمران بيك، أنا بموضوع الشغل ما بحب أمدح بحالي، بس ما بدي أكون متواضع. الشهر الماضي قدمت تقرير مختص لوحدة من الشركات، وبفضل تقريري ما انطرد المدير من شغله. ليك براق، آسف رفعت الكلفة، بس يمكن لأني حبيتك ولأني واثق من اللي قلته. يعني شوف براق، أنا متأكد إنه شغلك هو نخب أول، بس أنت بتعرف بالسوق في عوامل تانية ممكن تأثر علينا، واللي محتاجينه بشركتنا توقيع دكتور جامعي مختص مثلك يعطي تقاريرنا قيمة، ف...
فشغلك معنا ما بده وقت، يعني ممكن تحضر معنا غدا أو عشاء لمجلس الإدارة، يعني بالكتير مرة بالأسبوع. خلينا نحكي كتكلفة، قديش بدك وسطيا حتى تكون مطمئن؟ إيه إذا بتقلي ما في وقت وأنا ملتزم بقلك يعطيك العافية وكسبت معرفتك وبلاقي أكيد حدا تاني. أمرام بيك، شوف من الآخر وأنا كمان حبيتك، وصدقني إذا اضطريت ممكن استغني عن كم شركة، وما بستغني عن شغلي معك. لا تشغل بالك. عشت يا براق، صحة وعافية. شكرا. إذا عزمت رفيقتي تقعد معنا بتتضايق شي؟ لا خذ راحتك. شكرا لزوقك. ميليسا اهلا وسهلا. لك كيفك؟ تمام وانت؟ منيح. اهلا وسهلا. مرحبا. شرف. ارتاحي. ميرسي. شو اخبارك؟ منيحة. لك وين هالغير؟ بتعرفي شغل وسفر وخلافه. بيك المحل صاحبنا، لشو هيك الآن؟ روق وخلينا مبسوطين. شو في إذا تعشينا سوا اليوم؟ شراب يا رجال. تشربوا ويسكي؟ اي طبعاً، ليش لا؟ أوكي، جيب لنا كاسين للصبايا لو سمحت. بصحتكن. صحتك. يعني هون بدنا نحكي قدام الباب؟ أفضل. قلي لي بس شو اللي تغير؟ مرتي وبتعرفيها هي واحدة مجنونة، مجنونة لأنها عملت معك شغلات مو مقبولة أبداً، بس أنا خبرتك أكيد رح أعاقبها. أنت ما فهمتني بنوب، مو مستوعب شي. إذا كانت مرتك واحدة مجنونة فهي مشكلتك انت مو مشكلتي. طبعا بغض النظر عن كل يلي عملته معي ومع اختي، انا ما فيني اعيش بجو عيلتك ابدا يا سليمان. مستحيل اقدر ضل عم احتك فيهم. ما طلبت تحتكي فيهم، بدي تتحمليهم. ليش العشق لكان؟ لحتى نتحمل سوا كل شيء. ما بيصير من اول مشكله منواجهها نترك كل شيء ونتراجع دغري. العشق بعمره ما كان شغلة سهلة وبسيطة لنتخلى عنها بهالطريقة، وما له معنى إذا أول ما نتوجع نتركه ونمشي. معك حق، معك حق، بس في شي مهم عم تنساه. صح أنت عملت معي معروف، وصح أنا بحترمك، صح حبيتك وأعجبت فيك، بس يا سليمان أنا ما عشقتك ولو وصلت لهالمرحلة معك. عشقي بكفي، بكفينا نحن اثنين. يا الله سليمان اسمع، أنا والله ما بقى فيني اتحمل وأعمل هالشي لا بحالي ولا فيك أكتر من هيك، ففهمني لو سمحت. أنا فهمانه ومتأكد أنه في شي تاني يا أهلة، متأكد في شي ورا هالقصة وما خبرتيني عنه، ما قلتي لي عليه. بعرف وحاسه هون يلي عم يقوله قلبي أنا مستحيل كذبه. شو القصة؟ حكي لي. آيلا. سليمان إذا بتريد أنا ما بقى بدي أكون معك بعد اليوم. أنا ما بقى بدي أشوفك، مفهوم؟ شو عم تقول؟ والله عجب. مثل ما سمعت انا بقبض كاش حبيبي، مشاكل ما بدي. انت حسابك جاهز بس بدك تطولي بالك. وين ملاقي لها الاجدب؟ ما بيلقى نكشه. لك المراهقين ما عملوا مثلك. وطي صوتك، هاد شكله جوعان كتير. كل اللي بتزوجهم امهم من اول بنت بتعجبها نهايتهم مثل اخونا هون. عن جد؟ وانت شبعان وعينك مليانة؟ منيح اللي كلكن اغبياء على فكرة.
حتى العائل فيكن منضل نحن نقطة ضعفه. شو نعمل؟ نروح على الأوضة؟ أنت هلأ قيمك مني وركزيلي على الحلو هاد. بالله؟ ما تكون مريض اليوم؟ شو مريض؟ لا أنا بعجبك مثل الحصان. ماشي بصحتكن يا براق. صحتكن. آه يا عمران آه، لك أنت معلم ما في منك، حبيتك يا رفيق. أي صحتين وهلا. بلا سيدي، شيكت على كل شيء، تسجيل الشركات والرخص وسجلات بابل وكلها نظامية. عمران عليه قضيتين من زمان بس يعني ماله محرزين. ولأنه أموره نظامية ما اطمنت. وشريكه عرفان؟ نسيت إنه تحرينا عنه بالبداية؟ ما في شيء بحقه غير قضيته بالجامعة والمحكمة رح تحكم فيها بهاليومين، فأموره كلها عادية، مخالفة مرور ما عنده. وهذا العقد شو عم يعمل بمطعم ابن أخوه لزينال؟ بلكي يكون شي مستثمر وقعه. قصدك تقولي صدفة؟ لا أنا ما قلت شي ابنه، قصدي بس إنه من خلال عقد فاضي ما فيك تثبت أي شي عليهم. الدعوة يلي وصلت لسليمان هي تاريخ التسليم، وجماعة بابل في إلون إيد بهالقصة، أكيد في من وراهم شي، ديري بالك. Mihrabındır kaşlarının arası. Efendim efendim benim efendim, benim bu derdime derman efendim. يا بيك، بصراحة أنا شاغل بالي موضوع راكان، يعني شغله هلأ مع بابل ممكن يجيب لنا مشاكل تانية بهاي الفترة. أنا فكرت بالموضوع وبعت ورا البروفيسور، هلأ بيجي وبحكي معه. تمام ياسين. أعطيه هدول وخليه يعيد نفس الغنية. إلى جزم بين بو إلدن جدرسة. Derdim çoktur hangisine yanayım? Derdim çoktur hangisine yanayım? Yine tazelendi yürek yarası. Ben bu derde nereden derman bulayım? Meğer dost elinden ola çaresi. Efendim efendim benim efendim, benim bu derdime derman efendim. Şükran Babil. Ben bu derde nereden derman. Yani ma bişrab? Ma bişrab.